efficiency. الحصه اللي فاتت خدنا الديفكت اللي ممكن يصيب النت منه. يعني خدنا الديفكت اللي ممكن يحصل في كاباسيتيك سيت. ديفكت المايجريشن نتيجه لابسنس او ديفكت في المايجريشن. وكيل الاورجانيزم انترا سيلر. شفنا السندرومز المختلفه. الديفكت في الكومبلت قد يصيب الايرلي كومبوننتس اللي كانت بتاكتيفيت الكلاسيك بات واي وده هيؤدي للنيو كومبلكس زي ما اتفقنا. يسيب الايرلي كومبوننتس بتاعت الالترناتيف باث واي هيخلي الاورجانيزم البيولوجيك ما يموتش فيستمر. الايفكت في الماك يقوم النيسيريا من الجديد ما تبقيش اللي يوقف عند حد. الريجليتورز دلوقتي فيكتور ويزود الانابيلاتوكسيك كومبوننتس ويعمل نوع من الانفلاكسيك او نوع من الاديما اللارنج مثلا اللي هي الاش دي. كانت الديفكت انفكشن كيلر ويؤدي الى زياده في الفيرال او في فيرال انفكشن او في التيومر. النهارده هناخد الديفكتس بتاعت الاكواير ديزيز. يعني ايه؟ يعني الديفكت في الدي او التي او الاثنين. طب الديفكت اللي في الدي قد يكون كومبليت ديفكت او حاجه بارشل. بعد كده كومبليت يعني اهو نمره واحد اكس لينكد ا جاما جلوبينيه سرجن ا يعني ايونوم. لا لا ما هو بعد ما اشرح اوصل البدل واقول لك تعمل ايه كفايه. ها ايه يعني نو ايه يعني نو وجاما جلوبينيه يعني الجاما جلوبين اللي موجود في الدم. فايه جاما جلوبينيه يعني كومبليت كومبليت ابسنس اوف اول كلاسز اوف ايمينوجلوبين. مفيش لا اي جي اي ولا ام ولا جي ولا دي ولا اي ابسنس تماما. طب ما هو الطفل بيتولد عنده اوريدي اي جي جي صح ولا لا؟ واخده منين؟ واخده من الام. اتفضلي يا الطفل بيتولد واخد كميه من الاي جي جي من الام ماتيرنا الاي جي جي. حلو. الاي جي جي ده بيقعد يكفيه كانه ستوك. الام ادت في جنينها ستوك من الاي جي جي يكفيه خمس ست شهور. طيب لما هو ما بيعرفش يصنع ايمينوجلوبين والرصيد ينفذ يبقى بعد خمس ست شهور هيسمع المسج اياه. عفوا لقد نفذ الرصيد ده معاه. اه دكتور عادي في الشحن يجي يشحن ما يلاقيش ما بيعرفش يكون. يوم يجي له ايه بقى؟ هيجي له من ايه؟ من كرونيك بكتيريا انفكشن في بلاد الاسكواد بلاك يعني كيتوتايتس بروكايتس نمونيا. ها؟ ليه؟ الانتي بودي اللي كان بيتعامل مع الاكسترا سيلر بكتيريا مش موجود. طب والفيرال انفكشن ايه رايكم؟ الفيرال يبقى ديفكتيف ولا الاميونتي ضده سليمه او كيف؟ سليمه في كله الا في حته واحده. يعني الفيرال انفكشن اللي هي التي ليمفوسايتس اللي تقف توقف الفيروس عند حد ما عدا حته واحده. لا ما عدا لا ما عدا هو الفيروس بيسبريد. برافو عليك. وهو بيسبريد يعني بيكسر الخليه ويخرج عشان يسبريد للثانيه. هي دي اللي هتبقى ديفكت. يعني لو نجح التي ليمفوسايت في ضرب الخليه اللي انفكتت بالفيروس كان به. لكن لو نجح الفيروس في انه يريبليكيت ويكسر الخليه ساعتها التي ليمفوسايت مش هيعرفوا يقفوا ضده. ليه؟ لانه بقى اكسترا سيلر. كان مطلوب هنا يكون في انتي بودي يعمل نيوتراليزيشن. فالانتي بودي مش موجود. يبقى الطفل ده حتى الاميونيتي ضد الفيروس هتبقى بعافيه شويه. هتبقى فيها ديفكت شويه. سبيشالي في الحته بتاعت ريليس ذا فيروس اللي هتعرف سبريد وتوصل للتارجتس دي. اوكي؟ ده كده. لكن قصاد ان ممكن يكون في كومبليت ابسنس ممكن يكون في حاجه كده ايه بارشال ترانزيت. دي الحالة الثانية اللي بيسموها ترانزيت هايبو جاما جلوبينيميا اوف انفنسي. برضه حاجة متعلقة بالرصيد. الأم بتدي لابنها أي جي جي حلو. كان في خمس ست شهور كويس. لما الخمس ست شهور دول يخلصوا والابن يستنفذ رصيده من الأي جي جي بيحصل جاب دائما. جاب عند الطفل ما بين إنه يدرك إن الأي جي جي خلص زي ما يكون واحد إيه كان جايب ستوك في البيت مثلا حاجة من التموين من المواد التموينية. جايب ستوك كتير مكفيه خمس ست شهور مش مركز بقى فخلصت وهو ما انتبهش. فلما خلص وهو ما انتبهش على ما انتبه وبدا يجيب تاني عدت فتره كان البيت ما فيهوش الماده التموينيه دي. ده اللي بيحصل عند الاطفال نورمال فيسيولوجيكال. ينتهي الماتيرنال اي جي جي
والبيبي لسه ما فاقش وما انتبهش انه محتاج يصنع. فالفتره دي اسمها ترانزيانت هايبر جاما جلوبولينيميا، ودي فيسيولوجيكال. امال ايه الباثولوجيكال؟ يعني انت ليه تذكرها على انها اميون ديفيشنس؟ هي بحد ذاتها وهي فيسيولوجيكال تعتبر اميون ديفيشنس، لان في اللحظه دي ما فيش. ما بالك لو طولت؟ هو قصد هنا لو طولت، لو طولت بقت مرضيه بقى. ليه؟ لان في التوقيت ده انا بدي للطفل فاكسينات كتير، يعني 2 4 6 دي انتوا سمعتوها كتير ولسه هتسمعوها تاني مع البوليو لما نرجع للفيرولوجي ان شاء الله. فهتسمعوا 6 شهور دي بطعم الطفل بفاكسينز كتيره. طب لو هو عنده الجاب ده يعني ما بيصنعش اي جي مش هيرسبوند للفاكسين، يبقى الطفل ده هيشتكي من ايه؟ هيشتكي بانه اولا يجي له ريكارنت انفكشن في المرحله دي. ها ماشي، مفهومه، لان ما عندوش انتي بوديز يقف قصاد البكتيريا. لكن كمان الاخطر، مش هيستجيب للفاكسينز اللي بتعطى في هذه المرحله. دكتور نعم. هو المشكله دي هتبقى في المرحله دي بس، لكن لما يكبر لا لا هي خلاص هيعوضها بعد كده، مفيش مشكله، لكن في التوقيت ده هيبقى فيه مشكله دي. طيب والتي ليمفوسايت هل ممكن تتاثر برضه يحصل فيها ديفيشنسي؟ رير بس ممكن. في سندروم شهير قوي اسمه دي جورج سندروم، ده كونجينيتال تايميك هايبوبليجيا او كونجينيتال تايميك ابليجيا، يعني الثايمس بيحصل فيها ديفكت اثناء الديفلوبمنت. انتوا خدتوا ثايمس بالديفلوبمنت من اني داوتش؟ من اني فرنجيا داوتش؟ من دول اشتغلت اول برضه؟ ثانيه؟ لكن الثيرد والفورد، الثيرد والفورد فرنجيا داوتش بيحصل منهم ديفلوبمنت اوف الثايمس والباراثيرويد جلاند، هم الاثنين بيطلعين من الثيرد والفورد فرنجيا داوتش. فيكوا الالات من مشدود عشان شفت الاله هيجي عليكم في الاله. ماشي، الثايمس جلاند والبارا ثايرويد جلاند بيديفلوب من الثيرد والفورث فارنجيال باوتش، فدايما يتاثروا مع بعض. فلما يبقى في ثايمك هايبوبليجيا او ابليجيا تبقى البارا ثايرويد الاخرى مش موجوده. عشان كده تلاقي الطفل ده من ضمن ما هيشتكي هيجيله تيتاني. يبقى انت فاهم التيتاني ليه بس؟ عشان البارا ثايرويد بقت ديفكتيف. طب لكن التايمس لما يتضرب ايه اللي يحصل؟ ما يبقاش فيه تي سيلز. طب وايه يعني ما يبقاش فيه تي سيلز؟ هل بقى ممكن التي سيلز يبقى ديفكت فيها لوحدها لكن البي شغالين نورمال؟ تبقى ليه بقى؟ لان السؤال ده جه جبريل. علم ليه دائما مفيش بيور تي سيل ديفيشنسي؟ ليه الناس ما فهموش السؤال؟ مفيش بيور تي سيل ديفيشنسي دي معناها ايه؟ ان دايما التي سيل ديفيشنسي تضرب معاها البي. فبيقول لك علم ليه بقى يا محمد؟ لان هي اللي مشغله البي. بلاش عشان نكون يعني برضو اكيوريت دقيقين. ها مش كل البي؟ طيب على الاقل ايوه بتشغل البي في حالات التايمس ديبندنت. وما اكثر التايمس ديبندنت انجل. إذا لما تيجي تضرب البي هتتأثر أكيد، سبيشالي ضد التايمز ديبندنت أنجينز وما أكثرهم. طب يبقى المريض ده يعني هيشتكي من أي نوع من الإنفكشن؟ فيرال أساسا، فانجر، وإنترا سيلر بكتيريا، وإكسترا سيلر بكتيريا، بس مش بسبب الديفكت اللي في التي بقى. بسبب إن البي اتأثرت سلبا، لأن التي مش هتديها الهيلب المطلوب. يعني كل الإنفكشنز الممكنة، نعم. دي حالة خطيرة وتستوجب الديفلوب التدخل ب ترانسبلانتيشن اوف تايمس. اول مره تسمعوها ان كانت رير، لكن بتحصل ان ممكن نزرع تايمس كاننا بنزرع بون مارو بالظبط. طب هل ممكن البي والتي الاثنين يتضربوا؟ الاثنين مع بعض يتضربوا الاثنين في وقت واحد؟ الاثنين يتضربوا في وقت واحد؟ نعم، بس اللي ضرب مش هم، اللي ضرب المصدر. ايوه، حد اللي جاوب صح. البون مارو لو ضربنا البون مارو ستيم سيل اللي هي بتبقى بالديفرنشيت وتبقى بي ولا تي ولا اذر بلاد سيلز، لو دي اللي اتضربت يطلع المريض عنده حاجه اسمها سيفير كومباين اميونو ديفيشنسي. قول لي بقى ده بالله عليك، ده طفل يعيش بعد ما يستنفذ غسيل من امه يا دوبك 5 6 شهور وممكن الوفاه تبقى في السنه الاولى من العمر. ولو عاش تلاقيه عنده حاجه اسمها فيلير تو ثرايف. فيلير تو ثرايف مش قادر يجرو نورمال.
يعني مش يبقى في طبعا دكاتره الاطفال بيكون عندهم شرط كده البيبي هو عنده شهر يبقى وزنه ايه وطوله ايه وحجمه ايه كلام من الطفل اللي عنده سيفير كومبايند ايميون ديفيشنسي لا يتبع الشارتس دي خالص اللي بره الرينج خالص يعني لا طول صح ولا وزن صح ولا حاجه صح يجي له الكرنت انفكشن واسهل انفكشن يجي مع الفود والووتر يبقى دايما الجي اي دي بتاعته ايه فيها قلق فيجي له كرونيك داري وفي في الغالب بيبقى فيتال في السنه الاولى من النهار ده سيفير كومبايند ايميون ديفيشنسي كوره سالت سؤال حلو قوي الجدول يكفي نعم بس بعد قراءه الصفحتين دول قراءه جيده عشان تبقى انت عارف التفاصيل لكن تحفظ الجدول وهو في الفوق الامتحان اللي جاي الجدول هيكفي في الجدول الام سي كيو لكن في اخر السنه الجدول ده يبقى محفوظ صح لان في اخر السنه بنلعب لعبه صعبه قوي بجيب لك البرزنتيشن واقول لك ايه الديزيز دوت كانها كيس او العكس اجيب لك اسم الديزيز وانت تقول لي البرزنتيشن يعني اقول لك المريض اللي عنده كذا يشتكي بايه او ايه المريض اللي بيشتكي كده بقى تشخصه ايه او دي بريزو بقى ليه مثلا في اللاد ما تلاقيش باص في الليجن ليه عشان مفيش مايجريشن عشان في مفيش اللي هي الليجن مردود فما الهيدروفيلز ما بتوصلش للليجن طيب كده تم الحمد لله البرايمري ايميون ديفيشنسي نروح للسكندري ايميون ديفيشنسي تفتكروا مين اكتر في الدنيا البرايمري ولا السكندري ايميون ديفيشنسي السكندري اكتر واسبابها كتير بص اسبابها نمره واحد وده اللي انتوا احيانا عشان برضه عشان تعرف ان احنا الحمد لله مصر بخير رغم اللي يقول لك في ناس تحت حد الفقر ونفس الكلام ده ما بتحسش بمشاكل المالنيوتريشن الفظيعه اللي بتحصل في القرن الافريقي الصومال والحتت دي المالنيوتريشن هو ليدنج كوز اوف ايميون ديفيشنسي في العالم بجد انتوا بتشوفوا احيانا بيجيبوا الافلام التذكيريه المصوره دي الولاد يا عيني العظم باين من الكلب دي حالات هتاخدوها في ان شاء الله في الاطفال لما توصلوا خمسه وعليكم خير المرازمس والكواشيركر والحاجات دي عندنا نادره الحمد لله يعني برضه ربنا ساترها معانا لكن في دول عندها المالنيوتريشن ده بيصل لحد ان خلاص فده يؤثر على الميون سيستم طبعا الميون سيستم اللي محتاج بروتينز اللي محتاج عشان يصنع خلاياه عشان يصنع السيتوكاين عشان يصنع الكومبوننتس بتاعته لو ما لقاش نيتريشن الماتيريال هيصنع منين؟ فالمالنيوتريشن هو الليدنج كوز اوف سكندري ميون ديفيشن ما تستغربوش بالكلمه دي عشان ربنا يعني الحمد لله ساترها معانا اربع انواع من الانفكشنز يؤدي للميون ديفيشنسي اثنين فايرال واحد بكتيريال واحد بارازيت طب وليه خليت الفايرال اثنين فصلنا الايدز لوحده لانه كلكم لما نسالكم ايه الكوز بتاع السكندري هتفتكروا على طول الايدز اكوايرد ايميون ديفيشنسي انفكشن ويز هيب الهيب طول ما هو ماشي بعد المرحله الاولى وبعد الليتنسي هيوصل انه نزل عدد التي هيلبر سيلز الى ده 200 او اقل بير كيوبيك مليمتر لا هو ضرب التي هيلبر طب والتي هيلبر هنا لما يقلوا يبقى الشخص هيجيله الميون ديفيشنسي ليه؟ لان التي هيلبر هم اللي كانوا بيكتيفيت كل خلايا الجسم ده المايسترو بتاع الجسم ده اللي كان هيكتيفيت التي سايتوكسين وكان هيكتيفيت الماكروفين والناتشرال كيلر وحتى البي يعني عارف اليد الطوله يعني ايده بيضاء وايده طوله وصع ويعني تي هيلبر سيل دي الراجل الخير اللي بيهد كل خلايا الايميون سيستم طب لما يضرب التي هيلبر خلاص ابشر باي انفكشن فادي الايدز فده مشهور جدا كسكند او ككوز اوف سكندري ايميون ديفيشنسي لكن كلنا بنحط دماغنا في حته الاتش اي في وننسى ان بعيد الفايرال انفكشنز ايضا ممكن تعمل ايميون ديفيشنسي ثم البكتيريا التي بي التي بي ككرونيك انفكشن ممكن يعمل سكندري ايميون ديفيشنسي واخيرا البارازيتك الشيستوزوما لانها بتطول برضه بتبقى كانها كرونيك ديبريتنج ديزيز تعمل ايميون ديفيشنسي نمره سته التيومرز وخصوصا التيومرز اللي بتصيب الليمفويد اورجنز يعني الليوكيميز والليمفومز سبعه الكرونيك ديبريتيتنج ديزيز زي الدايابيتس وبعضكم مش هيربط الامور فاكرين لما عملنا التيبيكلين تيست وقلت لو طلع 10 ملم او اكثر اعتبره بوزيتيف في مين؟ كان من ضمنها الدايابيتس بقى ليه بقى؟ لان الدايابيتك بيشنز ار ايمينو كومبرومايز الشخص اللي عنده دايابيتس زي ايمينو كومبرومايز اهو يعني كانه عنده مرحله من مراحل الايمينو ديفيشنسي ليه؟ لان الدايابيتس ده كرونيك
ديبليتيتنج من الامراض الطويله المزمنه المنهكه يعني. مريض السكر مع الوقت تلاقيه بقى بدا يبقى عنده وزان وضعف وكلام. اخيرا اذر كوزز زي لو واحد بياخد دراجز وديكوسترويد الميون سبريسيف ايجنت اتعرض لاكس راي ها حصل له بيرنينج. البيرنينج بيعمل كواجيليشن البروتين اللي بينها اللي بين البلازما بيقلل كميه الانتي بوديز اللي موجوده او البلازما بروتينز اللي موجوده اللي بتصنع منها الاميونوجلوبين. دي كانت اسباب السكندري اميون ديفيشن. من اسئلتنا الشهيره نظري وشفوي يقول لك امتى تشوف ان الطفل عنده اميون ديفيشن؟ انت باعتبارك تبقى دكتور عايزين نزود عندك الكلينيكال سنس شويه. امتى؟ لو جاله الانفكشن كاركترايز بحاجه من اربعه. كتاب كاتبهم ممكن يبقى فيه تعبيرات اخرى اشهر. فهنقول كده اللي الكتاب كاتبه ونقول بين قوسين ممكن نقول ايه؟ يعني لما نقول لك الشخص هيجي له فريكوينت انفكشن. بزرع بين قوسين. يبقى لو الانفكشن فريكوينت يعني يخف يجي له يخف يجي له بنفس الاورجانيزم او بغيره. فالكتاب كاتب فريكوينت كلمه ادق. لانه مش لازم الانفكشن اللي جاي الجديد يكون بنفس الاورجانيزم. لكن احنا لما نخليها ريكارنت يبقى قصدين بنفس الاورجانيزم. بس الاشهر في الدنيا ريكارنت. يبقى لما الشخص يجي له فريكوينت او بين قوسين ريكارنت حلو. لما يجي له كورونيك يقلب كورونيك دايما اللي هي الكتاب كاتب بيرسيستنت. يعني الانفكشن كان المفروض يبقى يجي اكيوت ويوجوالي بيخف لما استخدم الثيرابي المناسب. الاي دي بيرسيست يعني يقلب كورونيك. يبقى دي نمره اثنين. لما الاقي الانفكشن بيسبريد انفكشن معتاد انه يبقى لوكال والاي ديسيمينيت يبقى ما لقاش اللي يوقفه عند حده. مش كده؟ ادي ثلاثة أربعة لما يحصل في انيوجوال اورجانيزم اوبورتونيستك انفكشن. يبقى لما الطفل يلاقيه بيجي له انفكشن كاركترايز بحاجة من أربعة إنه ريكارنت أو بيحصل في انيوجوال اورجانيزم أو له سبريدنج نيتشر أو بيبرزيست ويقلب كرونيك أبدأ أشك إنه قد يكون اميونو ديفيشن. الحاجة الخامسة لو في فيلير تو ثرايف اللي قلناها من شوية يعني مش قادر يجرو نورمال يبقى قد يكون الديفكت في الاميون سيستم. نمره سته لو في تيومرز. احنا اتفقنا لو تفتكروا كايفيدنس للاميون سيرفيلانس ان التيومر يزيد في الاطفال وفي الكبار. كده الفريكونسي بيزيد ليه؟ اهو لانه اميونو كومبرومايز او اميونو ديفكت مالك او اميونو ديفيشن. يبقى حاجه من السته دول تخليني اشك ان الطفل ده قد يكون اميونو ديفيشن. ننفستيجيت ازاي؟ جنرال لاينز سي بي سي. ايه بقى سي بي سي؟ كومبليت بلاد بيكتشر. ايه اللي على ايه في الكومبليت بلاد بيكتشر اللي دايركت الانتباه ان في اميون ديفيشنس؟ الاقي الليوكوبينيا الليوكوسايتس قليله ولما اجي اعمل الديفرنشال كاونت الاقي الليفوسايتس كمان قليله. مش كده؟ نمره اثنين اعمل ديتكشن للايمينوجلوبين ليفل التوتال او السبيسيفيك. يعني اشوف التوتال الايمينوجلوبينز في السيرم او اشوف كل كراس على حده الاي جي جي قد ايه والاي جي ام قد ايه لعلي الحظ ان في ديفكت معين. طب انت كده بتعرف ان في مشكله عامه لكن لسه ما خصصتهاش. فبعد ما اعرف ان في مشكله عامه اروح اعمل سبيسيفيك تيست. ودي مهمه قوي يا ولاد وفيها حتت جديده في الكتاب. يعني اعمل تيست للتي لينفوسايت. انا دائما الخليه عندي الديفكت فيها في حاجه من اثنين اللي في العدد اللي في الفانكشن. فانا لازم لما اجي اختبر الاثنين. نبدا نختبر العدد نعمل كوانتيتيشن للتي لينفوسايت. تفتكروا بيه شغلوا الدماغ الكوانتيتيشن للتي لينفوسايت ايه؟ يعني ايه لوجيكال كملني باستخدام انتي بودي كون ليبل بس يكون دايركت الاجينست ماركر محدد اسمه مونو كلونال انتي بودي. كنت عايز اوصل معاكم لهنا ان انا بستخدم هايلي سبيسيفيك انتي بودي اجينست ماركر معين. فور اكزامبل لو عايز اعد كل الماتيور دي لينفوسايت احضر مونو كلونال انتي بودي اجينست ويتش ماركر سي دي 3 الله ينور عليك. طب ولو عايز اعد تي هيلبر يبقى مونو كلونال انتي بودي اجينست سي دي 4 ولو عايز اعد التي سايتوكسيك سي دي 8 وهكذا.
ماشي الكلام؟ طب يبقى ليه بولد بيه لاميا؟ نرجع للاميا، ليه بولد بيه؟ ليه بولد الاميونو فلوريسنت ماتيريال؟ فلوريسنت فلوريسنت ماتيريال زي الفلوروكروم ستين، يبقى اسمها فلوريسين ليبل او فلوروكروم ليبل مونوكلونال انتي بودي. من فترة عملوا كنا دايما نقول صعب عليكم صعب عليكم، فراحوا حاطين البرجراف الجديد بعد مقاومة شديدة قلنا صعب على الطالب، راحوا حاطين البرجراف الجديد بتاع الفلوسايتومتري. الفلوسايتومتري جهاز هو مش جديد قوي، هو جديد بالنسبة للكتاب، لكن بقى احنا يعني بنقاوم ان احنا نقول لكم، لكن وانا مفيش بقى فايدة، التكنولوجي الجديد لازم نطلعوا عليه. هو موديفيكيشن لقصة الامينو فلوريسنت، جهاز نحط فيه الدم العيان وهو بيعمل ليبلنج الخلايا بقى اللي احنا عايزينها، وبعدين وهو الدم بيفلو عشان كده اسمه فلو سايتومتري، الدم وهو بيفلو هيباص من فتحات معينه اوف ديفرنت سايزز بحيث انها تسمح لخلايا معينه انها تعدي وما تسمحش للباقي. فالخلايا اللي انا عايزها اسمح لها تعدي يبقى حصلها فلو، وبعدين نعدها جوه الحجره اللي دخلتها بقى نعدها اكوردنج لحجمها والمورفولوجي والليبل اللي عليها. فده تكنيك عالي قوي موجود طبعا عندنا في الكليه من زمان، بس مش في القسم بتاعنا، في قسم الكلينيكال باثولوجي في منه كتير قوي بيشتغلوا بيه، اسمه الفلو سايتومتري. اصبح طريقه للكوانتيتيشن اوف تي اور بي لينفوسايت. كويس؟ حلو، يعني بس عشان تبقوا عارفين ان الجهاز ده بيستخدم في ايه؟ فكرته ببساطه انه موديفيكيشن للنيو فلوريسنت تكنيك. كده قست العدد صح؟ لكن مش بالضرورة بقى إن العدد يبقى منتج، يعني مش بنقبض يعني، ها؟ مش بالضرورة إن احنا نبقى عددنا كتير ونلاقي نفسنا بنعرف كلنا ننتج. فقد تكون بالظبط كده، قد تكون الخلايا يعني لما الحديث أمن قلة النحل يا رسول الله؟ ها؟ أمن قلة النحل؟ الرسول رد عليهم وقال لهم إيه؟ إنكم كثير لكنكم إيه؟ غثاء كغثاء السيل. يعني ايه العدد بقى في الليمون؟ يا بقى يا فرحتي بالعدد لكن مش منتجين، ما بتشتغلوش، مش كده؟ اه ممكن الفانكشن يتيجي بصوت الاقيهم عددا سليم اطمن يطلعوا انهم فانكشن في ديفكت، فاختبر الفانكشن بايه؟ يا ان فيفو يا ان فيترو. تعال نشوف ان فيفو ايه المنتج بتاع التي ليمفوسايتس؟ سيتوكاين. طب ندور على سيتوكاين ولو لقيتها نورمالي في الجسم يبقى اوكي، تي ليمفوسايتس شغالين. ايه تاني؟ ايه فانكشن تاني؟ مش بيبقوا سينستايزد ويتعرفوا على الفورين انجن ويروحوا يقلبوا الدنيا؟ طب ما اعمل لك سكين تيست واشوفك عندك سينستايز تي ليمفوسايتس وبيتعرفوا على الانجن وبيجروا ويبهدلوا الدنيا ولا لا؟ انا بلمح في تيست اسمه ايه؟ اسمه ايه خدام؟ تطبيق التيست عادي بس تيبركلين، برافو عليك. ممكن نعمل التيبركلين تيست، بس في عيب واحد للتيبركلين، مش كل الناس اتعرضت. فانت لما يطلع بص فاعرف ان التي ليمفوسايتس شغال عندك تمام، ها؟ ايا كان بقى اتعرضت بفاكسين اتعرضت، بس التي ليمفوسايتس سليمه. لكن لو طلعت نيجاتيف في الحاله دي، هل يا ترى ده اميونو ديفيشنسي ولا لانك ما اتعرضتش للتي بي؟ فالتيبركلين ممكن استخدامه بس بحذر هنا. لكن ايه الانتيجين اللي استخدمه وانا مطمن ان اكيد كل الناس دول اتعرضوا؟ الكانديدين. الكانديدين هو البروتين بتاع الكند، اللي هو كلكم اتعرضتوا للكند ده من بعد فيو اورز من ولادتك. يولد الطفل الاورال كابيت بتاعته استرايل. بعد خمس ست ساعات تلاقي الاورال كابيت بتاعتها اول المعازيم الكند. طب الكند دخلت الاورال كابيت بتاعت الطفل منين؟ من الام ومن البزازه ومن الاتندنس، الناس اللي رايحين يباركوا وامبروا دي جميله وحاجه. اه ولازم تلعب في بوق الطفل ما تبقاش بارك، يعني ما كنتش تعمل الولاد كده في بوقه ما تبقاش بارك ويزعلوا منك. امال هيجيله الكلام ده منين؟ لازم تشارك. خمس ست ساعات من الولاده البوق يبقى مليان كلام، خلاص يبقى الكانديدين هو التيست المعتمد هنا لدراسه السنستايزد تي ليمفوسايتس. طب وان فيترو عندنا مواد اسمها مايتوجينز. مايتوجينز يعني مواد تساعد الميتوزيس. مايتوجينز مواد تساعد الميتوزيس. اروح واخد التي ليمفوسايتس بتاعت العيان فانبوبه واحط عليها المايتوجينز.
لو حصل لها بروليفريشن تبقى الفانكشن بتاعتها سليمه. باعتبار الفانكشن قد يكون في تيست تيوب يبقى انفيتد بالمايكرو، وقد يكون جوه الجسم يا اما باي تشالنج اشوفهم سنسايز ولا لا بالكانديدين، او اشوف المنتج بتاعهم بيطلعوا سيتوكايز ولا. امال دي بقى حسابكم تعملوها امشوا بنفس التقسيم بقى. ها نعد مونوكلون انتيبودي يكون كلوروكروم ليبل او باستخدام نفس الجهاز اياه بتاع الفلو سايتومتري. حلو، ندور على الفانكشن. المنتج ايه بتاع الجيني فوسايت؟ اقيس الايمونوجلوبين في السيره لقيته موجود ونورمال، يبقى الشخص ده الجيني فوسايت بتريسبوند كويس. اعمل لها تيست تشالنج لايه يا ايمان؟ ده كان جيدا بتاعتي فاكسين. الله ينور عليك، فاكسين. اروح جايب فاكسين كده وحقنه في الطفل واشوفه هيرسبوند ولا لا، صح؟ ايه الفاكسين اللي تفضله تجربه بيه؟ دي بي تي، معاك حق. الالي بي ومالبولي ده. عايز اوصل معاك ليه؟ ممكن ادي بولي سكرايت؟ ممكن. ممكن ادي توكسويد؟ ممكن. ممكن ادي كيلد فاكسين؟ ممكن. بس اوعى حذاري تدي لايف اتنويتد فاكسين للطفل اللي تدربه للميون ديفيشنسي، لانه لو طلع ميون ديفيشن هتعرف يبقى الله يرحمه كان عنده ميون ديفيشنسي فعلا. ليه؟ ما هو لايف اتنويتد لينا هو فيرولنت للطفل الاميون ديفيشن، وانت مسميها اتنويتد لانك اضعفته وخليته ضعيف للناس الكبار اللي مناعتهم سليم، لكنه للطفل الاميون ديفيشن هيعمل مشاكل. عشان كده جرب بتوكسويد ماشي، جرب باي فاكسين ما يبقاش لايف اتنويتد والسبب. طب تقيس الكومبلمنت ازاي يا ولاد؟ ازاي تقيسوا الكومبلمنت اكتيفيتي؟ فكر، انا عايزك تفكر. احمد فكر يا احمد. قيس الكومبلمنت اكتيفيتي ازاي؟ خدناها. مش خدنا تيست اسمه كومبلمنت اكتيفيشن؟ كومبلمنت فيكسيشن؟ مش خدت حاجه اسمها عملي؟ مش خدت اول؟ مش خدته مايكروبيولوجي؟ في العمل بتاعنا خدنا حاجه اسمها اكشن انت بودي الاكشن. هو ده اللي انتوا كنتوا رميتوه قررتوا تخشوا من غيره. ايوه، عشان كده انا اسف. ما حدش دخل من غيره؟ ما حدش دخل بيه؟ افتكر كان في اجمدينيشن وبريسبت، كان في كومبلكس فيكسيشن. كنا بنعمل ايه؟ هيموريتك اكتيفيتي. كنت اجيب السيرم اشوف فيها انتي بودي ولا لا، احط عليه انجن. ايوه، احط عليه انجن وبعدين اروح حاط عليه كومبلمنت وبعدين احط انديكيتور سيستم شيب ار بي سيز وعليها الانتي بودي. هو ده مش كده؟ هنا هختبر الكومبلمنت اللي في السيرم بتاع عيان ازاي؟ هعتبر السيرم بتاع عيان اي حاجه من الخمسه اللي فاتوا دول؟ هعتبره ادور على الانتي بودي في سيرم العيان ما يبقاش ده بشوف الكومبلمنت. هعتبره السيرم ده هو مصدر الكومبلمنت. يبقى المرة دي لما اجيب السيرم بتاع العيال مش جايبه عشان ادور فيه على انتي بودي، لا ده انا هجيب بقى انتي بودي من عندي معلوم وليكن الشيب ار بي سيز والانتي بودي بتاعها واحط عليه. ما انا معايا الاسم. شكرا. اشربوا الهنا الشيخ، انا لسه معايا الاسم. شكرا يا عم. اجيب الار بي سيز اللي هي الشيب اللي قالت عليها ساندرا واحط عليها الانتي بودي اللي ضدها، يبقى كده الشيب ار بي سيز ماسكه في الانتي بودي، صح؟ ادلو عليهم السيرم بتاع عيال عشان اشوف فيه كومبلمنت اكتيفيتي ولا لا. لو حصل لايسز يبقى فيه كومبلمنت. ببص الجمله اللي الكتاب كاتبها قاصد بيها ايه؟ بختبر التوتال هيموليتيك توتال التوتال هيموليتيك اسي، بشوف التوتال التوتال هيموليتيك اكتيفيتي بتاع السيرم على سيستم يكون فيه ار بي سيز وانتي بودي. نعم يا داني. تعالى هقولها لك كنت حاسس الخشبه دي مؤلمه. نعم. يبقى بحط السيرم بتاع العيال بختبره كفي مصدر للكومبلمنت ولا لا، مش بشوف فيه انتي بودي، عشان بعضكم دلوقتي هيخلط يقول لك انا كنت بستخدم السيرم بتاع العيال في العملي عشان اشوف فيه انتي بودي ولا لا. لا، هنا انا هجيب انتي بودي من عندي معروف والانجن يكون شكل ار بي سيز ولتكن الشيب ار بي سيز، ولما احط السيرم اشوف هيحصل هيمولس ولا لا نظرا لوجود كومبلمنت ولا لا. الفاجوسيتيك فانكشن بندرسها ازاي؟
بنشوف اجيب الفاجوسايتس بتاعت المريض واحط معاها انتيجين يكون كانديدا مثلا، واشوف الفاجوسيتك سيلز هتستشعر الكانديدا وتهاجر ناحيتها ولا لا، ولو راحت لها هتبلعها ولا لا، ولو بلعتها هتقتلها ولا لا. ده اختبار الثلاثه فانكشنز، ده اختبار المايجريشن والانجلفمنت او الابتيك والانتراسيلر كلينج. فايت لا لا عبد العزيز ضخمه الدنيا دخل الدنيا في بعض. انا لما قلت لك كان ده هنا صاحب، بجيب جهاز، انا بس مش عايز اقول لكم تفاصيل تكنيكال، بجيب جهاز كده وهنا في سيلوفين ممبرين، احط الكان ده وهي صاحبه كده هنا، والماكروفيش او الفاجوسيتك سيلز بتاعت العيان هنا، تقوم الكان ده لو بتمايجريت تعرف تعدي سيلوفين ممبرين وتخش الناحيه دي، تعرف تنجلف تبلع الكندا، وادور بعد كده الكندا اتقتلت جوه الفاجوسوم، يبقى الماكروفيش شغال الله ينور. ده اختبار ان فيترو مش ان فيفو، مش بختبرك انت عندك تي سيل ولا، وبعدين الكندا اساسا بتستمريت سيمي ديتد مش الانتي بودي بي. بعد كده بقى تمانش ازاي؟ اخر حاجه اهو امانج في جنرال ميجرز وفي سبيسيفيك ميجرز. الجنرال افويدنس يعني لما يبقى شخص عارف انه عنده اميونو ديفيشنسي ما يختلطش، يمشي جنب الحيط، ما يقعدش مع جروبس زحمه، ما يعني هيبقى حياته فيها ليميتيشنز شويه عشان ما يعرضش نفسه للانفكشن، ونبقى مفهمينه بمجرد ما يحس بالانفكشن ياخد التريتمنت بسرعه، ياخد الانتيبيوتيك افكتيف اللي هو عارفه مثلا يبقى دايما معاه. وبعدين يا ريت بقى خلاص لما انا ببقى عارف ان هو عرضه يجيله انفكشنز معينه اطعمه ضد الانفكشنز الافيلابل الممكنه. بس هنا الشرط اهو مكتوب اهو، وجه سؤال جه فريزر اهو، اوعى تديله لايف اتنويتد فاكسين، طعمه زي ما انت عايز، بتوكسويد ينفع، بيقولي سكرايد فاكسين ينفع، بكلد بكتيريا الفاكسين ينفع، اوعى تهوب ناحيه العيان ده بلايف اتنويتد فاكسين. السؤال دوت جه مره جه فريز، ها نجاوب، لان اللايف اكتيفيتد فاكسين بيكوز انفكشن في هذا المريض وتش بي اند فيتالي، صح؟ السؤال ده جه مره بطريقه بقى اكثر صعوبه لئيم، ها يقول لك ايه؟ ان الاميونو ديفيشنت انديفيديوال او الاميونو ديفيشنت انفانس او تشيلدرن كان بي فاكسينيتد باي اول ذا فولوينج اكسبت. ام سي كيو بقى شفت بقى، بقول لك خمسه فاكسينز عدوا علينا في المنهج. ايوه هتقول انت تبقى فاهم ان دوت كلد ولا لا، ماشي توكسويد ولا لا، ماشي اللي ما ينفعش يبقى اللي منهم لايف اتنويتد، وانا مش قايل لك كلمه لايف اتنويتد، انا مديلك اسامي فاكسين، اقول لك اختيارات مثلا. ها شفت الشر ده؟ شفت الشر ده؟ شفت الشر؟ شفت قال لك ممكن الاميون ديفيشنت انديفيدوال ياخد تفكيلا توكسويد، نيموكوكال بولي سكرايد فاكسين، بي سي جي، ليه؟ اي حاجه كده، اي حاجه كومبوننت لايف اتنويتد ممنوع. هو الممتحن السؤال دوت كانه مش بيسالك على الاميون ديفيشن، كانه بيسالك على النيتشر اوف ديز فاكسين او على الاثنين، او كانه مش بيسالك انت سؤال مش ليك. نعم مش الاميون ديفيشن خالص، بنتكلم على الاميون كومبرومايز. وبعدين بصوا اسامه راجل منطقي بقى، إذا كان اليون ديفيشنت وضايع أطعمه ليه؟ خسرت إيه؟ اديله الحاجات اللي لو ما نفعتش مش هتضر، هو ده الهدف. طب والسبيسيفيك ميجرز يا ولاد؟ نزرع تايمس، نزرع بون مارو إذا كان عنده مشكلة سنتر تايمس وبون مارو. أو نديله بقى الميلوجلوبين لما يتعرض لإنفكشن معين اللي هو الباسيف إيميونيزيشن. ما استناش الإيميون سيستم بتاعه من الريسبوند. بديله ريدي ميد انتي بودي كنوع من الباسيف ايمونيزيشن، واديله سايتوكاينز لو امكن. يعني مثلا فاكرين
يا داليا فاكرة الكوليا؟ بس دي يا داليا الكوليا سميت الفاكرة فاكرة؟ كنت بديني مين؟ يا نهرابيا يا نهرابيا كنت بديني الناس اللي عندهم ليكوبيني اهو. يبقى لو عنده مشكلة في عدد اليوكسايس ولا الليمفوسايس هدي له كولون ستيميليتنج فاكتور عشان يزود له بريفرالي كمية الوايت بلاد سيلز اللي عنده. هدي له جاما انترفيرون انشط له الخلايا اللي عنده ضد الانفكشن. هدي له انترلوكين 2 بس الحساب لان الانترلوكين 2 بيولع الدنيا زي ما انت عارف. كده تم بحمد الله. الثلاث سنون الاخيره رغم انها محدوده بس يعني نهايه للشابتر لكنهم اجمل ثلاث سنون تقراهم في حياتك. يقول لك ان الميونو ديفيشنسي سيندرومز كانها اكسبيرمنتس اوف نيتشر. ما اجمل هذا التعبير. يعرفك نعمه رب يعرفك المشكله اللي احيانا بعضنا بتبقى مشتته دي اللي هو ايه؟ اللي هو يعني ليه ربنا بيبتلي الشخص ده ويجيب له الديزيز ده؟ هو قلت له عشان يختبره ويختبر صبره. لكنه تعليم. لولا الاميونو ديفيشنسي سيندرومز المختلفه ما كنا عرفنا قيمه الاميون سيستم. الجمله دي بتقول لك ان كل الاميونولوجي اللي مكتوب ده بسبب الشابتر ده. ان لما واحد يجي له مثلا ديفكت في المايجريشن اوف يوكوسايت يقوم بيحصل له الجديد اللي اسمه اللاد ده. ونفهم واحده من الفانكشنز اوف فاجوسيتكس لما يجي له ديفكت في الانترسيلولار كيلينج ونعرف الفانكشن اوف فاجوسيتك سيلز بيقوم ازاي بيكل الانترسيلر فاسل. طب واحد يجيله ديفكت في التي سيل ونعرف التي سيل دي ايه وظيفتها. واحد يجيله ديفكت في الكومبلمنت ونعرف الكومبلمنت ده كان بيعمل ايه. لولا هذه السيلكتيف ديفكتس ما كنا عرفنا طبيعه الاميون سيستم ولا وظيفه الاميون سيستم ولا نعمه ربنا علينا في هذا المجال. شفتوا بقى؟ تم بحمد الله. طيب ندعي دعاء ختام فوليوم 1. ماذا بطل من الحصة؟ أنا قدرت في البارح وأول أراجع 3 شابتر. هو التايمنج حلو، ممكن كمان أنتوا النهاردة أرجع لكم أزيد شوية لو حبيتوا. ماشي الحال، خش على المراجعة. قبل المراجعة بس أنتوا كده تقريباً أولموست اكتملتوا. بأكد عليكم تاني التنبيه الهام بتاع الامتحان اللي جاي هيتجمع على الامتحان اللي فات والاسم على الدي ان بالاشاعه اللي صارت بينكم ان هياخدوا الدرجه الاعلى. باكد لك اهو امبارح القسم كله اتقلب وانزعج عشانكم. احنا مالناش دعوه، احنا هنحط الامتحان واللي يجيب صفر ما يجيب صفر وانا مالي. القسم كله اتقلب لما عرفوا المعلومه دي وكل مشرفي الحس العملي فاتوا على الاقسام وعلى السكاشن ينبهوا على الاولاد. وقلنا للنشطاء بتوعكم بقى يعملوا حاجه خير بقى يكتبوا على السايتس المعلومه دي. لان اللي هيطمن انه جايب 10 لا هيذاكر ولا هيخش في حاجه كده ولا هتفرق معاه. دوم ينقص. الحاجه الثانيه اللي برضه اتفقت عليها رغم طلبي منكم عدم التسجيل وعدم رفع الحصص على السايتس ما زالت بتترفع. والعملي اخر حاجه بقول لكم لسه الحصه الثالثه بدأ ما بقالهاش يومين مرفوعه على السايتس بتاريخ امبارح واول امبارح. من فضلكم مش عارف انا واقف هنا النهارده لان اللي كان بيقف هنا بدالي بطل وقف خلاص انتهى لكم. ها الاسبوع الجاي لو تكرر رفع الحصص على السايتس هتيجوا مش هتلاقوا حد. هعتذر هعتذر لان احنا في خطر اليومين دول احنا مهددين. اللي هددوه رسمي امتنع خلاص اعلن اعتزاله وقعد قعدي في الدكتور الحمد لله اهو. شوف مصائب القوم الحمد لله بقى عندنا قاعه بتاعتنا. الاسبوع الجاي القاعده دي تبقى فاضيه هيقدروها مراجيع. ممكن تيجي تتمرجح وتروح. بجد؟ انتوا حاضرين؟ يا شباب بليز بليز لو انت حريص على زمايلك هقدم لك زمايلك خدمه ما حصلتش. هديكم باور بوينت برزنتيشن كامل. بس نصبر شويه. في خدمه اكتر من كده؟ لما تاخد كل الباور بوينت اللي انت بتشوفها دي تذاكر منها. الحته دي هقدمها لك ليك وزمايلك لانها هتبقى على فلاشه تدوها لبعض ولا على سي دي توسعوه بينكم وبين بعض. بلاش السايتس المراقبه. مواقعكم اليومين دول تحت الرقابه. فاي حاجه بتحطوها عليها احنا اللي بنتقاسي مش انتوا. لما طالب يرفع محاضره زي كده مين اللي هيتقاسي؟ طالب الحضاره ولا القلق؟
شوف رغم ده برضه هيسجله برضه هيطلع انا مش مسامح. وبدل ما اقول لك بقى مش مسامح ونزعل مع بعض، انا هتوقف والله بكسر الهاء. ها يعني قسم اللي حاسبني عليه ربنا، لو تم رفع المحاضرات تاني على السايس انا اتوقف رسمي، بس مش هاذي نفسي. لو ما حمدتوش ما حمدتنيش وحمدتوا نفسكم خلاص احمي انا نفسي، اخد الاجراء اللي يحميني ومحدش يزعل اهو. لان الناس النهارده بتقول الدكتور علي حسين اتخلى عن الدفعه ووحش وسابهم، الراجل هيتسجن يعني عشان الدفعه. يلا The general features of immunity to microbes. كانوا خمسة features هركز منهم على اثنين. ركز يا محمد دي مراجعة مفيدة. مراجعة حلوة. ها؟ بدأنا الشابتر بتاع immunity to microbes The general features. كانوا خمسة. هركز على اثنين مهمين بنسأله كتير. بص كده يقول لك ايه؟ الـ acquired immunity. بتنهانس الانيت اميون. نعم اديني مثال اهو. التي هيلبر 1 عن طريق برودكشن اوف سيتوكاينز زي الجاما انترفيرون بياكتيفيت الماكروفيج. على شمالك تي هيلبر 1 يعني سبيسيفيك سيل، وعلى يمينك النيت سيل السبيسيفيك بتاكتيفيت الانيت اهو. تي هيلبر 1 بالانترلوكين 2 هتاكتيفيت الناتشر كيلر، يبقى برضه على شمالك التي هيلبر 1 سبيسيفيك سيل وعلى يمينك الناتشر كيلر النيت سيل. يبقى دي اول فيتشر في الاميونيتي تو مايكروبس، ان الاكواير ها ليهم ايادي بيضاء على الانيت بينهانسوا بياكتيفيت الانيت اميون ميكانيزم. طب ما هو رد الجنين، يعني قامت الانيت شالت الجنين وهي اللي احيانا تحدد نوع الاميون ريسبونس المطلوب. ازاي؟ اهو الماكروفيج بالبرودكشن اوف انترلوكين 12 هتخلي تي هيلبر تعرف طريقها وتبقى تي هيلبر 1، عشان تي هيلبر 1 تستيميليت سيل ميديتد اميون ميكانيزم. طب الثلاثه فيتشرز الجايين اه تعرفهم بس يعني سهلين، ايه هو؟ ان بقى الاميون سيستم بيريسبوند بديفرنت ويز اجينست ديفرنت مايكروبس، وان بعض الميكروبس عندها ميكانيزم تيفيد او تسكيل الاميون سيستم، وان احيانا الاميون ريسبونس هو اللي بيؤدي لتيشو دامج. دول الثلاث صفات التانيين، بس دول اهم صفتين في الجنرال فيتشرز بتاعه الايه؟ الاميون ريسبونس او الاميونيتي تو مايكروبس. رحنا بعد كده للاميونيتي اجينست اكسترا سيلر باكتيريا. مين هم الاكسترا سيلر باكتيريا؟ تعريف سهل اي حد عارفه، اللي هو باكتيريا بتريبليكيت وتسرفايف بره الخلايا. اشهر مثال استاف، كلمه واحده خلاص، بايوجينيك كوكاي. لكن تعالى الاهم، ايه الميكانيزمز بتاعه الاميونيتي ضدها؟ يا انيت يا اكوان. طب الانيت واحد فاجوسيتوز، اهم لاين في الانيت اميون اجينست اكس سيلر بكتيريا هو الفاجوسيتوز. ماشي الكلام؟ بكل بقى مشتقاته، ما انت عارف تفاصيل الفاجوسيتوز. المايجريشن والانجلفمنت والانتر سيلر كيلينج ومنع السبريد اوف ذا اورجانيزم الى اخر تفاصيل الفاجوسيتوزس، ومين هم الفاجوسيتيك سيلز؟ نيتروفيلز ومونوسايتس وماكروفيج، كل الكلام ده انت عارفه من زمان. طيب وايه تاني برضو النت اميونتي اجينست اكسترا سيلر بكتيريا؟ الكومبلمنت، بس مش الكلاسيك باث واي اللي بنتكلم على النت اللي ما فيهاش انتي بودي، اللي هي مين؟ الليكتين والالترنيتيف باث واي. وما يترتب على الكومبلمنت مين؟ الاربعه فانكشنز بتوع الكومبلمنت، الاوبسونايزيشن والكليرنس والسيتولايسيس والانميديشن اوف انفلاماتوري رياكشن. يعني العنوان دلوقتي بس، والتفاصيل انتوا المفروض عارفينها من الترم اللي فات، ولو تحفظ العنوان وتقرا بس بسرعه التفاصيل هتجيب الفول مارك. اروح للاكوايرد اميونيتي الاقي السبيسيفيك اميونيتي الهيومورال، ها هي الكلمه اللي بدور عليها، هي المين بروتكتيف ميكانيزم اجينست اكسترا سيلر بكتيريا. ليه؟ الانتي بودي يقدر يعمل هنا ضد الاكس اربع حاجات من الخمسه اللي بيعرف يعملهم. الانتي بوديز بشكل عام ليهم خمسه فانكشن، هنا يقدر يعمل اربعه منهم اللي هم واحد اجليتينيشن، اثنين اوبسونايزيشن، ثلاثة كومبلمنت اكتيفيشن، أربعة نيوتراليزيشن. أهو أهو واحدة واحدة أهو. الأجلوتينيشن إيه فايدة الأجلوتينيشن؟ بمنع البكتيريا من الانتشار وبساعدها بساعد الفاجوسيتوز على إنه ينقطهم مرة واحدة. ها؟ يبقى
ادي الاجليتينيشن. اتنين اكتيفيت الكومبلمنت بس المره دي بقى بالجراسيف بات واي بكل الكونسيكونس بتاعت الكومبلمنت. ثلاثه اوبسونايزيشن. اربعه اوريدرايزيشن. هنا مقصود بيها حاجتين، انترايز الاورجانيزم نفسه امنعه من الانفكشن، او انترايز البرودكت بتاعته زي التوكسين. وده ان انا بمسك في الاورجانيزم او في التوكسين وامنعه من الوصول للسبيسيفيك ريسبتورز بتوعه. طب وتي ليمفوسايت تفتكروا ليها دور ضد الاكسترا سيلر بكتيريا؟ تي سيل توكسيك؟ لا. امال تي هيلبر؟ نعم. طب وتي هيلبر انهي؟ 1 ماشي موافق، 2 موافق. يعني اذا التي هيلبر واقفه موقف الحياد، عايزين نبقى 1 ماشي، عايزين نبقى 2 ماشي، وكله فايده. ليه بقى؟ ليه؟ اصل انا عندي اثنين ميكانيزم مهمين، التي هيلبر لو ساعدت اي منهم هتنجز. مين بقى الاثنين ميكانيزم المهمين؟ الفاجوسيتوزيس مهم. طب ما التي هيلبر رايح هتساعد الفاجوسيتوزيس، هتبديت لوكال انفلاميشن وتاكتيفيت الماكروفيج. طيب والتي هيلبر 2 هتساعد الانتيبودي، والانتيبودي له دور مهم. فالتي هيلبر بقول لكم واقفه عارفه ان كله مكسب. ها التي هيلبر امرها كله خير. يعني ايه؟ ان ساعدت الماكروفيج الفاجوسيتوزيس فهو خير لانه النيل، وان ساعدت البي ليمفوسايت وطلعت تيمور فهو خير لانه المين اميون ريسبونس. مش خسرانه في الحالتين. ماشي الكلام؟ نروح للانتراسيلر بكتيريا. تعريف الانتراسيلر بكتيريا هم اللي يقدروا يعيشوا ويسرفايف ويريبليكيت جوه الفاجوسيتيك سيلز. حلو، زي عند المايكرو بكتيريا. بعد الديفينيشن الانيت اميون كان هناك في فاجوسيتوزيس افكتيف. هنا الفاجوسيتوزيس مش افكتيف علل، لانهم بيقدروا يسكيب الديجراديشن اللي بيحصل جوه الفاجوسيتيك. مايكرو بكتيريا عندها ليفلز في السيلول، الفاجوسيتيك سيلز تيجي تقتلها ما تعرفش، تيجي تفتح الفاجولايزوم ما تعرفش لانها بتمنع الفاجولايزوم فيوجن. اذا الفاجوسيتوزيس اصبح ان افكتيف، وبالتالي التي بي بيتند انه يبقى كرونيك. وده اجابه سؤال عالي لو ليه التيوبركلوزيس بيتند تو بي كرونيك؟ لانه مش بيحصل له ديجراديشن جوه الفاجوسيتيك سيلز، لانه بيقاوم الانتراسيلر كيلينج جوه الفاجوسيتيك سيلز، وبالتالي بيقدر يسرفايف. تقوم من هنا تبدا القصه اياها ان هنمشي فيها كتير وهنعيدها كتير. الماكروفيج تفكر، شفتوا الذكاء بقى؟ انا ابعت اجيب حد ينشطني. طب ما هنبعت نجيب التي هيلبر والاوان، انا لسه هستنى التي هيلبر يا عم، انا عايز حاجه سريعه. ايه السريع اللي ينشطني؟ حاجه مني، حاجه حواليا. ناتشرال كيلر. نبعت للناتشرال كيلر نقول لهم عايزين شويه جاما انترفيرون. هنبعت لهم بايه؟ هندي عليهم بايه؟ من انتروجين 12 يا ناتشرال كيلر. الانتروجين 12 عايزين شويه جاما انترفيرون. لو شويه الجاما انترفيرون اللي طالعين ياكتيفيت الماكروفيج ويخلوها مور باورفول ان كيلينج الانترسيلر اورجانيزم، لكن مش فول اكتيفيشن، يعني ما يقدرش يخلص خالص. فهنشوف ده هيترتب عليه حاله. بس تعالى بقى نروح بالترتيب اهو للسبيسيفيك اميونيتي. هنروح للسبيسيفيك اميونيتي، نلاقي الهيومورال اميون ريسبونس يوزلس هنا. ليه؟ الاورجانيزم مستخبي، البكتيريا وجدت زي ما قلنا هايدنج بليس، قاعده مستخبيه جوه الفاجوسيتيك سيلز، وسايبه الانتيبودي قاعدين بره اهم زي الليتوما. يبقى ان اكسسبل، ما بيوصلوش للاورجانيزم الانتراسيلر، فما بيحصلش الانتراسيلر كده. يبقى نرجع للمين، المين هيكون مين؟ ايه رايكم في التي سايت توكسيك؟ يبقى هي محمد موافق، ما كانش العشاء ان محمد يا فتحي. التي سايت توكسيك، معلش عشان محمد ما كانش معانا في الحلم الاولاني، بس التي سايت توكسيك يا محمد لو كسروا ماكروفيج جواهم فيروس يبقوا حلوين، يبقوا حلوين قوي. لو كسروا خليه جواها فيروس يبقوا حلوين، ان الفيروس لسه اماتيور ما كملش الماتيوريشن، لكن التي بي بس اللي ماتيور ولو خرجوا عادي. ايه يعني فقدوا بيته؟ هيروحوا بيت تاني. فلو كسرنا الماكروفيج وخرج التي بي بس اللي هينتشر، يبقى مش ده الحل. يبقى التي سايت توكسيك هنا ما لهمش دور. الدور في ايه بقى؟
ان انا اقتلهم وهو جوه، اللي هم محبوسين جوه اروح اقتلهم او امنعهم من الانتشار. يبقى هنا التي هيلبر هي اللي ليها دور. طب والتي هيلبر اللي عايزه تشتغل تبقى انهي فيهم؟ ما هي لو قلتوش ده طلع انتي بودي، واحنا لسه قايلين نصا ان الانتي بودي ملوش دور، يبقى انا محتاج تي هيلبر. واحد بصوا بقى كيف يمكن الرسمه، انا ماشي بالرسمه دي بجيبي على طول. الرسمه دي في اي حته اي حد يعترضني بالليل لجنه كمينه طلع له الرسمه رجعت اهي. دي الرسمه دي هي الايمينولوجي او بدايه الفكر بتاع الايمينولوجي. ادي الماكروفيج لقت بكتيريا انتراسيلولار اهو، لقيت نفسها مش هتقدر عليها. بصوا اتصرفت ازاي، طلعت شويه انترلوكين 12 راحوا للناتشر كيلر، راح للناتشر كيلر مطلع شويه جاما انترفيرون. الجاما انترفيرون شويه منهم راح للماكروفيج ينشطوها مبدئيا، لكن ما حوقوش، ما كانوش اناف انهم يعملوا فول اكتيفيشن، بس برضه كانوا مفيدين. مفيدين في ايه يا ايه؟ خليتها راحت واخده البكتيريا اللي اتاريتها جوه وحطت الانجنز بتاعتها على سطحها بكميات كبيره. وبعتوا جيبوا تي هيلبر. قالوا لها بص بقى ادي شويه انتالوجين 12 وادي شويه جاما انترفيرون وادي الانتجن اللي قبضنا عليه بكميات كبيره. الثلاث مؤشرات اللي يخلوا التي هيلبر تتجه في اتجاه تي هيلبر 1. راحت التي هيلبر بقوا تي هيلبر 1. ولما بقوا تي هيلبر 1 طلعوا الجاما انترفيرون بكميات كبيره اللي هيخلوا الماكروفيج يبقى فول اكتيفيتد يسيطروا اكثر ما يكون على الاورجانيزم اللي جواهم. لكن حتى زي ما محمد عبد اللطيف قال اهو، حتى لو فشلوا في اكل ما بداخلهم هيعزلوه، هينشطوا الماكروفيج بالدرجه اللي يخلوها هي كمان تطلع سيتوكاينز وتولع المنطقه، تشعل المنطقه وتلعب تجيب ماكروفيج اخرى والتي هيلبر يريبليكيت والخلايا يحاوطوا المنطقه ويعملوا جرانيولوما فورميشن. يبقى نهايه هذا الريسبونس اللي ده كان بدايته اهو يحقق الاورجانيزم تماما، يا لو ما قدرتش اقتله هعزله، اعمل له جرانيولوما، اعمل له انفلتريشن للسيلز بحيث انهم يحاوطوه ويمنعوا انتشاره في الليجن اللي اسمه جرانيولوما او تيوبر كليجن زي تي بي. تمام؟ ها اللي له اي استفسار او سؤال مستفيدين من الريفيجن؟ بس الريفيجن دي ليها حدين، اللي قرا وذاكر او حضر ومركز هيستفيد جدا. ها اللي ما كانش سمع هيسمع هيروح يذاكر. لكن في ناس بقى يقول لك انا اتعقدت لما سمعت الكلام ده، عشان هنقول كام كلام بسرعه كده ما تتعقدش، يعرف انك مش مذاكر بس روح ذاكر الكلام ده هتبقى زي الفل اهو. ماشي؟ نروح لجدول كده قلناها كذا مره في شابتر 8، والمره دي ممكن يبقى هو ده موضع السؤال من هذا الشكل. بص الجدول ده يقول لك ايه؟ هو مش مكتوب لك الجدول ده دلوقتي، بس مكتوب بقى جراف فورم. مكتوب لك ان السيمي ديت الايميونتي لو اشتغلت صح عن كنترول الانفكشن، لكن لو ما اشتغلتش صح الانفكشن هيتفاقم ويبقى حاجه خطيره. المثال تعال نشوف الليبروسي. لو السيمي ديت اشتغلت صح الليبروسي هيبقى اندر كنترول وهيبقى اسمه تيوبركلويد ليبروسي. لكن لو السيمي ديت او الاميون ريسبونس حصل له فورس ستيميليشن القصه هتبقى سيئه جدا. بص ايه اللي حصل هنا في التيوبركلويد ليبروسي، حصل المنظر بتاع الصوره اللي فاتت ده. المايكروبكتيريا بليبري بوم، الماكروفيش طلعت الانترلوكين 12 وطلع جاما انترفيرون وحصل نفس الحكايه، وبعدنا في الاخر بالتي هيلبر 1 نشطنا الماكروفيج وقدرت تقفل الباب داخلها من مايكروبكتيريا بليبري بس اللاي، وبقى كميه الاورجانيزم اللي موجوده في الليجن فيو وبقى الليجن اندر كنترول. ده اسمه اهو يشبه التي بي، سميناه تيوبركلويد ليبروسي. تعال نشوف بقى من الوصف اللي قلناه. يبقى مين الاميون ريسبونس اللي حصل ضد التيبيكورد ليكوسي؟ السيمي ديتد يعني هو البريدومينانت. الانتيبودي لا ديمينيش لان التي هيلبر 2 ما اشتغلوش. حلو. يعني التي هيلبر 1 اللي اشتغلت نعم. ايه السيتوكاينز اللي طلعتها؟ اهم المجموعه دي انترلوكين 2 وجاما انترفيرون وتيومر نكروز فاكتور بي. طب يعني تم التحكم في الليجن؟ ايوه. وبقى كميه الباسيلاي فيو والفايبروزيس والباثولوجي اللي حاصل في الليجن ها مينيمم. طيب والليجن بقى مايل ماكلر ده يعني يا دوبك حته كده اللي فيدت بشكل بسيط من الجلد، والنيرف انفكشن مايل، والبروجنوزيس والاجريشن لا مش اجريسيف، ده سلولي بروجريسيف ويز بيتر بروجنوزيس. ماذا يحدث لو ريسبونس خاطئ؟ واحد يقول لي الريسبونس الخاطئ يجي منين؟
يجي من فولس ستيميوليشن، يجي من بصوا بقى هقولها لكم ورزقي على الله. لما بيحصل انفلاميشن بشكل عام، يعني في بكتيريا داخل الرئه اللي بيجري على المكان ده، فاجوسيتك سيلز صح؟ ومص سيلز في نفس الوقت. فانا عندي هنا ماكروفيج وعندي مص سيل في نفس الوقت. طيب الماكروفيج ده بعد جابت ناتشر كيلر، بقت برضه الناتشر كيلر موجوده في نفس المكان صح؟ كل خليه بتدي اللي عندها وتجري، مالهاش دعوه. فالناتشر كيلر طلعوا شويه جاما انترفيرون. والمص سيلز طلعوا شويه انترلوكين 4. بس حد فيكم قال لي ايه اللي يخلي المص هي اللي تيجي او الناتشر كيلر هي اللي تيجي؟ الاثنين بيجوا. والقصه بتبقى بالانس. حسب مين الاكتر ومين اللي سيطر. يعني لما نرسم مرجيحة كده تي هيلبر اهي في النص اهي، هتبقى تي هيلبر 1 ولا هتبقى تي هيلبر 2؟ الديبند على مين الفاكتورز اللي عملوا لها الاستيميوليشن اقوى. شكرا يا عم ابراهيم، تسلم ايدك. ما جاتش عامل لسه عشان المايك؟ طيب في سبت مراجعه عشان افكرها. بارك الله فيك، سلام يا عم ابراهيم. يوم السبت يا اولاد الساعه 1 هراجع شابتر 9. احنا انا رجعت 6 و7 ورجعت 8، بعضكم اوريدي حضرت. حد ما حضرش 6 و7 و8 سواء في الحصه العاديه او في المراجعات؟ في اي حد فاتوا 6 و7 و8؟ اي حد؟ كلكم الحمد لله حضرتهم. 9 يوم السبت الساعه 1 ان شاء الله. فكده عشان ابقى وفيت كله، راجعنا اهو للنولوجي قدر الامكان، وانا لسه واقفين قريب، والسيستماتيك تراجع كله 10 درجات في الامتحان، 5 فوليوم 1 و5 فوليوم 2. توزيعهم على الشابترز، كل شابتر بدرجه. في الايمنولوجي اهو الايمنولوجي تو مايكروب درجه، تيومر ايمنولوجي درجه، هايبر سنسيفتي درجه، دايركت ريجكشن درجه، واخر تو شابترز عشان صغيرين درجه على بعضهم. ادي 5 وفوليوم 2 شابتر 6 درجه و7 درجه و8 درجه و9 اللي هتراجعه من 6 درجتين. اللي عنده اي ديفكت في شابتر 9 ولما بنراجع ونقول هنخلص بنخلص، يعني لما قلنا 6 و7 خلصناهم، قعدنا قعده طويله خلصناهم. 8 9 ممكن نبات، مفيش مشكله، تطلع الامتحان على طول على يوم الاحد، مفيش مشكله. يعني اللي عايز يحضر 9 في اوله وفي اخره وفي نصه وزي ما معاك. كويس. التي هيلبر هنا يا اولاد لما بعتنا جبنا التي هيلبر هم جايين لسه مش عارفين البالانس، عايزين يبقوا 1 ولا 2. على حسب، ماذا لو انهم لقوا ان الناتشر كده طلعت جاما انترفيرون كتير. معقول يعني. والماكروفيش طلعت انترلوكين 12. بحيث انهم بقوا اكتر مور ذان الانترلوكين 4 اللي طلعته المص سيلز. اني كفه اللي ترجح؟ كفه التي هيلبر 1 هي اللي ترجح في هذه الحاله. تقوم تبقى المرجحه كده خلاص، التي هيلبر هم اللي تقلوا بقى. فاكرين؟ والتي هيلبر 2 يبقى دورهم مينيمم. والعكس زي ما يكون مرجحه قاعد عليها نفرين. بيرجحوا، مين بقى اللي وزنه يتقل اهو؟ التي هيلبر هم اللي بقوا هنا بريدومينت اهو. يبقى في التيبركلويد ليبروسي التي هيلبر بيبقوا بريدومينانت. ماذا يحدث لو ان الانترلوكين 4 هو اللي اغلب؟ يبقى هنمشي في اتجاه التي هيلبر 2. بصوا هنمشي على ايدك اليمين اهو، هيبقى الانتي بودي ميديتد اميونتي هي اللي بعتنا نعمل لها السيميوليشن، والتي سيل ميديتد بقوا ديمينش. ويبقى التي هيلبر 2 هي اللي اشتغلت، هتطلع الانترفيرون الانترلوكينز 4 و5 و6 و10، تقوم تخلي التي هيلبر يبقوا تي هيلبر 2 سوري تي هيلبر 2 تخلي البي لينفوسايت تبقى ستيميليتد وتطلع انتي بودي، والانتي بودي ميديتد اميونتي هنا مالهاش دور. انتي بوديز قاعدين بره الخلايا الانفكتد، الاورجانيزم يكتر ويبقى اباندنت، والفايبروزيس يزيد، والليجن يبقى مش اندر كنترول ويورم، ويبقى نودولار ليجن مش بس مجرد مكيول، والنيرف افكشن يبقى ماكسيمم وبايلاترال وسيمتريك، والحاله تبقى اجريسيف وبروجريسيف، والبروجنوزيس يبقى فيري باد. الجدول ده مهم من هنا من شابتر 8، والممتحن اللي عايز يبقى اسمه غطى الحتتين ممكن يركز في سؤال من هنا، يبقى انت حسيت ان الشابتر ده اتغطى وشابتر 8 اتغطى. واخدين بالك؟ الاميونيتي تو فيروس، كلكم عارفين ان الفيروس اوبليجيت انترا سيلولر بيعيش في السيتوسول. لما الخليه بتعمل له برزنتيشن بتحطه على كلاس 1 اوف ام اتش سي مولوكيولز عشان التي سايتوتوكسيك يتعرفوا عليها. العديد من الفيروسات بيريبليكيت جوه الخليه ويخرج، يريبليكيت ويخرج كفيروس،
لكن في بعض الفيروسات ودي النقطه دي مهمه خد بالك، بيتند بعض الفيروس بيتند انه يقعد دورمنت جوه الخليه مش بيكسرها ويخرج، ودي حاجه مهمه جدا وخطيره جدا. حلو، تعال نشوف بقى الاميونيتي ضد الفيروس. نبدا بالانيت، تفتكروا الخليه اللي لسه ايه الديفكت بتاعها يزود الفيرال انفكشن. الناتشر كيلر تيجي في المقام الاولاني. الناتشر كيلر عارفه ان دورها حاجتين اساسيتين، تضرب الفيرال انفكتد سيلز والتيومر سيلز. طيب وان انترفيرون، واحد يقول لي يعني يعني دورها دور الناتشر كيلر بسيط ضعيف بتاع، لا ده دورها مهم جدا ودورها قوي وايرلي، ويعني ما حدش يقدر يقول ان الدور ده ضعيف او يجهله خالص او يعني ينقص منه. طب والانترفيرون دوره عظيم ورمز الايثار، ويؤثرون على انفسهم، خليه لقيت نفسها هتموت تقول لك مش مشكله انا خلاص في داهيه، لكن اطلع انترفيرون 1 الفا وبيتا يلحق ينبه النيبرنج سيلز عشان يخليهم في حاله حذر واحتياط. حتى الحذر والاحتياط دي اسمها ايه؟ انتي فايرال ستيت. ايه الخليه عملت ايه عشان تبقى في حاله حذر؟ صنعوا بروتين وقعدوه ورا الريبوزوم. ليه؟ عشان لو الفيروس جه يمسك يمسك، يدخل يدخل ينكور يعمل ترانسكرايب، لكن يروح يترجم ممنوع. ها؟ يطلعوا من ورا الريبوزوم يخضوه ويقطعوا الخلف ويبقى يمنعوا الفيرال ريبليكيشن. يبقى الخلايا في حاله من الانتي فايرال ستيت، ادي واحده. بص بقى تلاقي النشر كده شغاله جنبه، هما الاثنين زمايل في الانيت. ها يعني يشجعوا بعض. الانترفيرون 1 ياكتيفيت النشر كده زملاء، ها مش كده؟ وبعدين نزود الاكسبريشن اوف كلاس 1 ام اتش سي. ليه يا عم؟ ليه؟ انا مش شايف ان له فايده. لا انت اصل نظرك مش بعيد، ها ده بعد نظر. ده احنا ناويين نجيب الاكتيف اميونيتي عشان لما تيجي تسال التوكسيك تعرف تشتغل صح بالماهل لها الستيج عشان تشتغل اهو. شفت الانترفيرون جاي يعمل ايه؟ اشتغل كده. معلش غياب المايك ده النهارده مش في محله يعني. ها نشتغل نمره واحد، نشتغل بنفسي. نمره اثنين اساعد واحد جاري. نمره ثلاثه ابقى بعيد النظر امهل التيسا التوكسيك اللي بسيرهم جايين. ماشي الحال؟ طيب نروح ايه تاني؟ السبيسيفيك اميونتي بقى. الانتي بودي ليها دور ولا مالهاش؟ اكيد ودور مهم. هو كل حاجه عامله تقول لي مهم. والله ودور مهم. ليه بقى؟ يا تمنع الفيروس من الدخول اذا كانوا موجودين من الاصل، يا تمنعه من السبريد اذا تكونوا بعد ما الفيروس دخل. اهو يبقى الدور الاساسي بتاعهم التعامل مع الاكسترا سيلر فيروس، يا قبل ما يخش الخليه يا بعد ما كسرها وخرج منعا من الوصول لخليه جديده. بايه بقى؟ هيمنعوه ازاي؟ باي نيوترلايزيشن. لما امسك في الفيروس وامنعه من الوصول للريسبتورز يبقى عملت له ما يعرف بالنيوترلايزيشن و بالاوبسونايزيشن و بس ده في حاله واحده بس، حاله الانفلوت فيروس. نفرق على الانفلوت باي كومبلمنت اكتيفيشن. ده الدور اللي بيلعبوا الانتي بودي وبيلعبوا في اماكن مختلفه من الجسم، على السطح بالسكريتوري اي جي اي، وجوه سيستماتيك جوه الجسم بالاي جي ام والاي جي جي. طيب احنا وصلنا بقى للايه؟ للتي لينفوسايت. قبل ما اوريك السكرين اللي جايه دي، ها التي لينفوسايت ليها دور ولا مالهاش؟ ليها. طب ومين اللي ليها؟ التي سيل توكسيك ولا الهيلبر؟ الاثنين. بس مين الاهم؟ اهي قعدت مستني كلمه ده مين لحد ما جت. ده مين؟ اميون ريسبونس اجينست، بس مش اجينست ايه يعني؟ هي التي لينفوسايت ليها دور ضد الفيروس الاكسترا؟ ها؟ هي ليها دور ضد الفيروس اللي لسه ما دخلش؟ هي ليها دور ايرلي؟ امال يبقى لازم كل واحد ياخد حقه. هي صحيح زمين بس اجينست استابلش ذا فايرال انفكشن. اجينست الفيروس اللي اوريدي جوه الخليه دلوقتي، هو ده اللي اسمه استابلش ذا فايرال انفكشن. ليه؟ لان لو ضربت الخليه وقتلت الفيروس يبقى انا لعبت دور ضد حاجتين مهمين اهو. بصوا كده، ضد الفيروس قبل ما يريليز وينفكت خلايا اخرى، وضد الفيروس اللي كان مش ناوي يريليز. الفيروس اللي كان ناوي يقعد دورمنت جوه، لا انا هجيبه، انا هكسر الخليه دي. وانتوا عارفين طبعا التي سيل توكسيك بتنشط الدي ان ايز انزايمز، فتقوم تكسر تحلل الدي ان ايه بتاع الفيروس. يعني في النهايه مش هتهني الفيروس على الريبليكيشن. طب بالله عليكم بس عشان نكون فير ونعدل، واللي يعدل ربنا بقى بيفتح عليه بقى
وما يغلطش في السؤال الحقيقي. الممتحن يضحك عليا في كلمه ده موست امبورتنت او زمين دي هنا في حاله الفيرال الاميونيتي للفيروس. بص كده زمين اني سيل اجينست فيرال انفكشن از ماكروفيج ولا نيتروفيل ولا ايزينوفيل ولا ناتشر كيلر ولا تي سايتوكسيك. واحد يقول لك انا كان مكتوب في الكتاب زمين كان في تي سايتوكسيك، بس هو قال لك ان ايه زمين ايرلي سيلر ميكانيزم اجينست فيرال انفكشن ايرلي سيلر ميكانيزم ايرلي وسيلر ايرلي وسيلر، يبقى هبعد هستبعد الانتي بودي لانه مش سيل. ها وايرلي يعني نير يعني نشر كيلر. زمين اميون ميكانيزم اجينست release the virus الفيروس اللي طلع من خلية بمرور انتيبودي عشان نمنعه من وصول لخلايا اخرى. The name mechanism which should protect the neighboring cells interfere interfere. يعني حسب الجملة ممكن يبقى الاختيار مختلف. الاميونيتي against the virus كلهم مين كلهم important، لكن كل واحد بيلعب دور في ستيج معين. زمين بقى immune mechanism against establish the viral infection هو T cytotoxic. طب و T helper ايه دورها يا ولاد؟ دائما عاقلة جدا تقف موقف ايه؟ انه امرها كله خير. عايزينها 1 ولا 2؟ 1 حلو. تطلع cytokines تاكتيفيت بيها مين؟ ال T cytotoxic والناتشر كيلر. يبقى لعب الدور في السيلر مش ريسبونس. عايزينها تبقى 2 ومان تاكتيفيتي البي وتطلع انتي بودي يمنع السبريد. تي هيلبر افتكره كله خاير. تي هيلبر 1 تشتغل 2 تشتغل ما عندهاش مشاكل. ماشي الايادي البيضاء خيرها على الجميع مش كده؟ افتكروا الكلام دوت وانتوا ما تنسوش. نروح لليميوتي اجينست فانجس ونلاقي النيتروفيل هي اهم خليه. في جت موجوده لكم زميله بدون ذكر اسماء اسمها ملك. ده بدون ذكر اسماء. انت خدت الورق بتاعك بتاع المره اللي فاتت؟ لسه لما تاخديه هتلاقي الغلطه دي. المين اميون ميكانيزم اجينست فانجس. ها المين اميون ميكانيزم في الانيت اجينست فانجس. النيتروفيل مش التي هيلبر. ها النيتروفيل النيت يعني لسه بدري. ها ما دخلناش على الاقوال. التي هيلبر 1 ماشي هي جاوبت التي هيلبر 1 اصلا السؤال ده. معلش ده بدون ذكر اسماء. انا ما احبش افضح حد ولا اسيح لحد ولا الكلام ده مش طبعي مش طبعي خالص زي ما انتم فاهمين مع شريني وعارفين. لا انا مش بنتعلم من اخطائنا، احنا هنا عشان نتعلم مفيش اي حرج. هيشوها فيها ده سؤال مهم والسؤال ده جه قبل كده. اهم اميون ميكانيزم النيت ضد الفنجس هو النيتروفيل ومش الماكروفيل، عشان النيتروفيل طالعه بمنظرين بتطلع فانجسايدال سابستنس وبتعمل فاجوسيتوس، لكن الماكروفيل بتبلع بس. يبقى النيتروفيل هنا اهم. والسؤال جه مره اخرى بطريقه اخرى دي بريش ليه اللي عنده نيتروبينيا عرضه اكثر للفنجس؟ لان نفس الاجابه، لان النيتروفيل هم المين سيلز لانهم بيعملوا كذا وكذا. هنا بقى هي فاتها النيت فافتكرت اكواير. لو اكواير دي الاجابه الصحيحه. الانتي بودي ملوش دور ضد الفنجس لان الفنجس يعامل معامله الانتر سيلر بكتيريا. يبقى المين سبيسيفيك اميون ميكانيزم اجينست الفنجس هو التي هيلبر 1. يبقى ساعتها الاجابه تبقى صح. لكن لما يقول لي النيت سيل تبقى النيتروفيل. رحنا لازاي الاميون سيستم بيفيد او بيسكيب اسف ازاي الباثوجين بيفيد او بيسكيب الاميون سيستم. ممكن بكتيريا عاديه تكون اكسترا سيلر تلاقي الفاجوسيتوز الشديده عليها تلمس كبسوله. يبقى الكبسول زي البوليسكرايد كبسول وسيله للايفيجن اهو. السؤال ده يجي برضو all the following are mechanism of evasion except. ويجيب لك الاربعه دول وحاجه ثانيه مختلفه. يعمل كبسول يهرب من الفاجوسيتوز يمنع الفاجولايزوم فورميشن زي التي بي يمنع الانتر سيلر. نعم ده زي التي بي بيحمي نفسه بالطريقه دي.
يعمل ميوتيشن. اه ده زي الفيروسات الار ان ايه، اشهر ار ان ايه فيروس عدى عليه بيعمل ميوتيشن مين؟ الاتش اي في. في واحد اشهر منه هيجي لنا اول ما نبدا فوليوم 3، انفلونزا. انفلونزا كل سنه تجي لنا بشكل، مره طيور ومره خنازير ومره سمك ومره مش عارف ايه. ها؟ تمام. طب والدي ان ايه فيروسز؟ ده الدي ان ايه دايما كبير. افتكر كده ان الكبير يفتكر نفسه بلطجي، يحس بقوه على الفاضي. يخش يقعد على الكروموسوم ويقول لهم بس انا اللي هرجليت المواضيع. يجي الام اتش سي جين يشتغل في الشغل. ها؟ يقوم الام اتش سي مولكيولز ما تتحطش على السيرفس. ما حصلش ريكوجنيشن. تعلم. الهربس فيروس. انت عارف بقى لما نخش في البيولوجي هقول لك جيب ريزن، هو ليه الهربس بيتنز تو بي ليتنت او هو ليتنت ديزيز. اه. انتجريتد دي ان انت في الكروموسوم ويسيطر على المواضيع. دي احدى وسائل الايفيجن اوف ذا اميون سيستم. روحنا للتيومر ايمونولوجي. بص يا ولاد، قلت لكم الايمون سيستم بيتعامل مع التيومر على انه جرافت، ويبقى هدفه انه يعمل له ريجكشن. وطلعنا بديفينيشن اسمه اميونو سيرفيلنس، وقلت لكم بعشق هذا الديفينيشن عشان يبقى حاسسك بنعمه كبيره يا رب. انت مش حاسسها، انت بتصحى سليم تفتري على الناس قبل ما تحمد ربنا على سلامتك. صحيح الواحد بيصحى بيغسل وشه يبدا يفتر، لكن بينسى حتى يقول الحمد لله انه صحي سليم. كل يوم تصحى ما عندكش تيومر دي نعمه، ده يوم زياده في حياتك وانت سليم من غير تيومر. يعني التيومر انت عم تعرض للتيومر كل ساعه مش كل يوم، لكن الجهاز المناعي عامل حراسه مناعيه ضد التيومر اسمها اميون سيرفيلنس. It is the ability of the immune system to prevent the development of most tumors. وذلك by early detection, early recognition, and destruction of the tumors. كيف يمكن الاميون سيستم انه يعمل كده؟ اكيد بيتعرف على التيومر ده على فورين انجن، على تيومر انجن. تعريف التيومر انجن هو سيرفيس مولكيول which may be antigenically new موجود على سطح التيومر and can be detected by the immune cells. ايه دليلك؟ اربع ادله، واحد فيهم حتى عدى علينا اهو. المريض الايدز اللي عنده فريكونسي، اهو الاطفال الصغيرين من شويه قلت لك امتى تشك ان الطفل عنده اميونو ديفيشنسي، اما الفريكونسي بتاع التيومر عنده يزيد او يجيله تيومر اهو. التيومر بيزيد مع الناس الاميونو سبريست زي الايدز، او مع الناس الاكستريمز بتوع الايدج لانهم اميونو كومبرومايزد. مريض الايدز لا، مريض التيومر نفسه عنده انتي بوديز وعنده تي سيلز اجينست التيومر. السؤال المنطقي هنا انت هتقولوا لي ايه؟ امال ليه ما سيطروش؟ ما هو دي حرب يا ابني، ما هو التيومر اخد بايفيد. ما احنا هنشوف ان ده بيحارب وده بيدافع، هتشوفها حالا دلوقتي. طيب الدليل الرابع، لما طعمنا الناس ضد الفيروس فاكسينز اللي ممكن الفيروس ده يعمل تيومر زي الهيباتيتس بي وزي الهيومن بابيلوما فيروس، قلت نسب هذه التيومرز في الدنيا. فده دليل على ان فعلا في اميون ريسبونس اجينست تيومرز. طب مين هم التيومر انجنز قبل ما نخش في مين هو الاميون ريسبونس؟ التيومر انجنز نوعين، يا تيومر سبيسيفيك انجنز. هنا دلوقتي وانت بتذاكر انت داخل على الامتحان السريع ده العناوين، التيومر سبيسيفيك معناها ايه؟ موجود فقط على سطح التيومر سيلز ومش موجود على سطح النورمال سيلز. واديني مثالين بسرعه عشان ما يفوتكش الكلام ده، عشان ما يضحكش عليك ويسميه لك تيومر سبيسيفيك على انه اسوشيتد او العكس. الفيرال انتيجنز التيومرز الناتجه عن فيروس زي الهيباتايتس والبابيلوما والايبشتاين بار او الكارسينوجينيك انتيجنز، دول اللي اسمهم تيومر سبيسيفيك. امال تيومر اسوشيتد يعني ايه؟ يعني موجود على النورمال سيلز بكميات قليله وبيزيد على سطح التيومر الاكسبريشن بتاعه، زي مين؟ الهير 2 بتاع الكانسر بريست والانكوفيتر. اهو بص بقى اعمل لك سؤال يا احمد، يا احمد يا خالد، اعمل لك سؤال بس من مجرد المعلومه دي. بص كده، وات ذا فولوينج ار تيومر اسوشيتد انجنز اكسبت. هيجيب اختيارات مين اهو؟ الهير 2 ماشي، الالفا فيتو بروتين، الكارسينو امبريونيك انجن، واحد من اللي فات. ازود لك واحد تيومر، تيومر اسوشيتد وانتوا اكيد هتعرفوها من نفسكم، البروستاتيك سبيسيفيك ده موجود نورمال ويزيد مع الكانسر بروست. اه لو يعني حد يسخف شويه عليك. ها انا
ملناش حد عموما بيحب يسخف خالص خالص خالص. اديكوا جربتوا ناس حلوين جميلين. نعم موجود نورما على المسافه عند الميز اللي لسه شباب اللي ما صورش دي اللي ما صورش دي ها بس مش للرفع على السايت دي كده اهو واحده واحده اهو. ايه الديفرنت افكتور من كاريزما غير الستيوم اللي ما صورهاش يصورها فيديو لو عايز. ها ادي التيومر هيكسبريس على سطح وانجن ممكن الانجنز يحصل لها شيدنج يتقبض عليها بانجن بريزنتنج سيل اهو هنخلي الانجن بريزنتنج سيل احتمالين اهو. وبعدين لو واحده من الانجن بريزنتنج سيلز حطت الانجنز مع كلاس 1 ام اتش سي رغم اني براجع للمره الكام واحد قال لي ازاي تيومر انجنز تحط مع ام اتش سي هو سيتوسوليك ما هو معظم التيومر سببها فيروس. كلكم كلكم متفقين على السؤال ده مش ممكن التيومر يبقى سببه فيروس؟ طيب والفيروس ده مش سيتوسوليك؟ طيب لو الانجل بريزنتنج سيل قبضت على الفيروس اللي عامل التيومر مش هيتعامل معاه معامل سيتوسوليك؟ يبقى هتحطه مع كلاس 1. طيب ولو بدل ما تطلع الفيروس كله طلع تيومر شيدنج بروتين في انجل هتقبض عليه كانه فيزيكال يبقى اتحط برضه على السطح مع كلاس 2. يوم ما التيومر يبقى بريزنتد مع كلاس 1 هيبقى بريزنتد بنين دي سايت توكسيك ويوم ما بريزنتد مع كلاس 2 هيبقى بريزنتد بنين دي هيلبر. التي سايت توكسيك يعملوا ايه؟ ياخدوا بعضهم ويروحوا يدوروا على فين هو التيومر دوت ويمسكوا على نفس الريسبتورز على نفس الانجنز ويعملوا الابوبتوسيس والاوسموتيك لايسيس ويكسروا التيومر سيل. طب ولو تي هيلبر هي اللي اشتغلت تبقى مين؟ يا 1 يا 2. طب ولو 1 اهو 1 او 2 لو 1 تطلع سيتوكاين زي الجاما انترفيرون تاكتيفيت الماكروفيج اللي تروح دايركت لتعمل دايركت سيتوكسيستي او الماكروفيج تطلع تيومر نيكروز فاكتور الفا او التي هيلبر نرجع نلاقيها بتطلع برضه جاما انترفيرون انترلوكين 2 تاكتيفيت الناتشر كيلر اللي برضه يعملوا دايركت سيتوكسيستي او يروحوا يعملوا يبقوا لاك لا لسه الاي دي سي لاك ويضربوا يبقوا مور افكتيف او التي هيلبر تقول لك يعني وانا ماليش نفس اضرب مباشره في التيومر ما يهيصه بقى ما نضرب ما نطلع تيومر نكروس فاكتور بيتا. ولو تي هيلبر دول اشتغلت طلع انترلوكين 4 و5 و6 و10 ده اكتيفيت البي لينفوسايز بلازما سيلز طلعوا انتي بوديز وهيمسكوا في التيومرز يعملوا اي دي سي سي بمساعده الناتشر كيلر والماكروفيج او الانتي بودي اكتيفيت الكومبلمنت. كل دي تبقى ديفرنت اميون ميكانيزم اجينست تيوم. الرسمه دي لو قدامك وانت بتذاكر ما تقراش الصفحه اللي قبليها. ليه؟ هو الكتاب قال ايه؟ قال ايه دور الماكروفيش في حرب التيومر؟ ما انت هتطلعه من على الرسم. ازاي؟ بص هنا تلاقي ام يبقى انجن برزنتيشن. بص هنا تلاقي ام يبقى دايركت سايتوكسيستي. بص هنا تلاقي ام يبقى سايتوكاين برودكشن. بص هنا تلاقي ام يبقى اي دي سي سي. طب دور الناتشر كيلر من على الرسم دايركت سايت توكسيس او يتحولوا لاك او اي دي سي سي. طب دور البي لينفوسايتس انتجين برزنتيشن اوعى تنسى اهو البي موجوده في الخلايا دي اهي او يطلعوا انتي بودي يعمل اي دي سي سي او كومبلمنت اكتيفيشن. دور التي سايت توكسيك دايركت كيلينج اوف ذا تيومر. دور التي هيلبر عايزه 1 ولا 2 وفي الحالتين هم بيطلعوا سايتوكاينز بيعملوا بالسيتوكاينز تو اكتيفيتي بي لينفوسايتس وان تو اكتيفيت ناتشر كيلر وماكروفيج ناهيك عن الدايركت اكشن اوف ذا سيتوكاينز على سطح التيومر الشخصي. يبقى في صفحه وفرناها اهي في المذاكره ماشي. السؤال لما الدنيا كده ما شاء الله امال ليه في تيومرز ما زالوا هم اللي بيكسبوا وفي معهد سرطان ومستشفى اطفال سرطان وخلافه اهو الصوره اللي جايه على طول اللي عايز يصور اللي جايه اهو عشان في حاجه اسمها تيومر ايفيجن. يعني ايه تيومر ايفيجن؟ يعني تيومر ممكن يطلع في شخص حزين اهو. ليه ده حزين كده؟ عشان اميونو سبريس يبقى ده اول اسباب ما تيومر بيفيد. او يحصل في مكان ان اكسسبل حصل له في دماغه اهو.
ده حزين قوي يعني. يعني هو من الاول الميوسر بيست يا تيومر ضحك عليه وطلع في مكان ان اكسسبل للاميون سيستم. يا المشكله في التيومر نفسه. بص يا لميا، بص يا سانشو، يا المشكله في التيومر نفسه. التيومر انجل ازاي؟ مفيش انجل اهو، او ليتل انجل. والليتل انجل بتعمل حاجه خدناها في الحصه اللي فاتت اسمها الاميون تولرنس او انرجي. حلو، شيدنج اوف انجل. بصوا الانجل اترمت بره الكباب. الكباب يا شباب، الكباب، الكباب يا شباب. الكباب ده يلهي الانتيبوديز والاميون سيستم بعيدا عن سطح التيومر. او اللي هوس هو اللي غلط، حط فايبرين حوالين الانتيجنز منع ريكوجنيشن، او التيومر لئيم ما حطش الانتيجنز بتاعته، ما عملهاش اكسبريشن، او هي ما حصلهاش اكسبريشن على كلاس 1 ام اتش سي مولكيولز، او ما طلعناش كلاس 1 اساسا. الام اتش سي حصل له داون ريجوليشن زي الهربس مثال اللي قلناه، او منعنا السكند سيجنال بمنع الاكسبريشن اوف بي سيل. برضه بالرسمه دي يبقى الصفحه اياها بتاعت الايفيجن اوف ذا تيومرز. الصوره دي تجيبها لك كلها بترتيب الكتاب. اميون سبريس مكان ان اكسسبل، امنع الاكسبريشن اوف ام اتش سي 1، امنع السيجنال الثانيه البي 7 او فاكتورز ريليتد للانجنز. يا ما فيش انجن، يا انجن قليل، يا انجن شيدنج، يا ما هواش بروسيس، يا اما كفرد بالفايبرين كود. الكلام اللي فات. اذا ما كناش هنستفيد من الاميون سيستم ضد التيومر، تعالى نستفيد من التيومر في التشخيص. عملنا حاجه اسمها تيومر مارك. نسفيها او نعدل نرفع. نزل 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 المفتاح اللي جنبه. بس احنا قدامنا 10 دقايق. بص يا ولاد، استغلينا التيومر انجل از تيومر ماركر. ايه صفات الايديال تيومر ماركر؟ خمس حاجات. يكون بروديوسد بالتيومر تيشو بس مش بالنورمال تيشو. يكون سبيسيفيك للتيومر معين. بيطلع ايرلي عشان يساعدني في التشخيص المبكر. بيزيد مع الديفرنت ستيج عشان اعرف اعمل بيه ستيج. ما اقدرش الجا ليه؟ ايوه بالظبط. او ويكون كل الناس اللي عندهم نفس التيومر بيطلعوا نفس التيومر ماركر، والا يبقى في حالات فولس نيجاتيف. طب لحد دلوقتي هل في اي ايديال تيومر ماركر تم التعرف؟ ابدا. ليه بقى؟ كلهم انتيجينيك. كلهم في السيركيوليشن وفي البودي فلويدز ماشي. كلهم اقدر اعمل لهم اميو اسي ويبقوا ديتكتد؟ نعم. كلهم بيساعدوني في ان امونيتور الديزيز بعد ما اكون شخصته وعالجته؟ ايوه. لكن ان يبقى في ايديال ماركر بوث سنسيف اند سبيسيفيك يساعدني في الديتكشن الايرلي المبكر، لحد دلوقتي مفيش. امثلتنا الاربعه الشهيره الكارسينوجينيك انجن في الكولون كانسر، الالفا بيتا بروتين في البرايمري هيباتوما، البروستاتيك سبيسيفيك انجن اهو ذكرناه ده بتاع الكانسر بروستيت، والسي اي 15 3 بتاع الكانسر بريست. انا عارف بعضكم عارف ان في تيومر ماركرز اكتر من كده ومذكورين في مناهج اخرى، في سي اي 125 19 9 بتاع. احنا اخترنا لك الاربعه دول بس كنماذج شهيره، مش عايزين نخش في حفظ وتفاصيل كتير. ازاي؟ ايه الابروتش يا ولاد؟ ايه الابروتش لان انا اعالج التيومرز بالايمنولوجي؟ اربع ابروتشز اهو هنقولهم بسرعه عشان نخش على الهايبر سنسيبل. استخدم المونوكلونال انتي بودي وهو هايلي سبيسيفيك انتي بودي اجينست سبيسيفيك تيومر انجل. يستخدمه الون، يا اما اربط عليه كونجوجيتد بايه؟ بتوكسين، بماده سايتوكسيك، بسايتوكاين، ويبقى اسمه الوظيفه السحريه ماجيك بوليت ثيرابي. يا اما اثنين ادوبتيف ثيرابي. في فريق بيلاعبني اللي هو التيومر كسبني 1-0 في الشوط الاولاني، اخد لعبتي بين الشوطين بره الجسم. مين لعبتي؟ النجوم التيسر توكسيك والناتشر كده، اديهم دش سخن عشان احمسهم للشوط الثاني، اديهم انترلوكين 2 وجاما انترفيوز، ينزلوا ياكلوا التيومر. يبقى كده انا عملت نوع من اهو ادوبتيف، ادوبتيف سيل ثيرابي. يعني ظبطت الخلايا بتاعتي، ظبطت التيم بتاعي، ونزلتهم اكتيفيتد عشان يكسبوا التيومر في الشوط الثاني بعد ما كان التيومر هو اللي كسبان في الشوط الاولاني.
ادي تيومر فاكسينز يا اما تيومر سيل فاكسينز. ازاي اخد التيومر من الشخص نفسه او من شخص تاني واعمل ايراديشن للخلايا اقتلها واعيد حقنها في الشخص اللي عنده تيومر او في الناس النورمال. لو انت من عائله بيجي لهم كانسر كولون لا قدر الله، خلاص يبقى ناخد الكانسر كولون بتاع فرد من العيله دولت وناخد الخلايا ونعمل لها ايراديشن ونطعم بيها بيت العيله طالما العمليه جينيتك وران الفاميلي. يبقى ممكن استخدام التيومر سيل نفسهم كانهم فاكسين. نعم. ممكن ادرس التيومر انجين بتاع كل تيومر على حده واحضره قسم البايو كيمستري دلوقتي بقول لكم عفاريت يعني. يعني تديهم بولي بالتايب يقولوا لك السيكونس. تقول لهم انا عايز البروتين ده يحضره لك. يحطوا السيكونس الامين اسيد جنب بعض ويدوا لك بروتين متصنع اسمها سينثيتيك بيبتايدز. فلو درست سيرتن انجين بتاع تيومر اقول لهم حضروا لي البولي بالتايد ده يحضروا البروتين ده ويبعتوه لي يبقى هو ده الفاكسين يبقى اسمه تيومر انجين فاكسين مش سيل. طب وممكن استخدم الفيروس نفسه اللي بيعمل التيومر كفاكسين. اشهر مثال الهيومن بابيلوما. من ساعه ما الهيومن بابيلوما فاكسين اتعمم والكانسر سيرفكس قل للناس اللي اتطعمت. الهيباتايتس بي من ساعه ما الهيباتايتس بي بقى روتين والهيباتوسيلر كارسينوما قلت. يبقى ده معناه ان ممكن اعمل فاكسينيشن ضد التيومر. واخيرا نون سبيسيفيك ابروش. فتيجي اصحصح لك الجهاز المناعي بشكل عام. ازاي؟ ادي لك سيتوكاين. فتيجي ادي لك انترفيرون 1. ما هو انترفيرون 1 دوت له دور ضد التيومرز فاكرين؟ انتي بروليفريتد. ما تيجي اعمل حركه عملوها المصريين، المصريين هم عملوا فاكسين البي سي جي يحاربوا بيه الكانسر بلادر. عشان كان عندنا بلهرزيسس زمان كتير وكان بيجي حالات كانسر بلادر كتير. فيحقن البي سي جي فاكسين في البلادر وول. يقوم ايه اللي يحصل؟ الاميون سيستم يشوف بي سي جي يجروا ويعملوا سبيسيفيك اميونيتي ضد التي بي. لكن انا هستفيد من ايه ما دام الاميونيتي سبيسيفيك؟ هستفيد من ان السيتوكاينز اللي طالعه هتنشط الماكروفاج والناتشر كلام ودول مش تعملوا نون سبيسيفيك يعني. فهيضربوا التيومر في رجلين، هياخدوا التيومر في رجلين. اوكي؟ تعالوا نروح للهايبر سنسيفيتي ريأكشنز وهقولها لكم بسرعه 10 دقائق. واحد يقول ايه ده الهايبر سنسيف اللي قاعده نذاكرها يوم تتراجع في 10 دقائق؟ ايوه في 10 دقائق. انت وانت بتذاكرها الويك اند ده في 10 دقائق. بص في ناس خلصوها في ثواني اهو. ايوه ايوه ايوه. لو عايزكم كلكم تبقوا كده. ها عايزين تخلصوها اسرع من 10 دقائق اتفضلوا. يلا بص يا ولاد انا هداخل على طول على كلمه تايب 1 هايبر سبيسيفيك. ها تايب 1 هايبر سبيسيفيك اهي. تايب 1 عرف اكسجريتد اميون ريسبونس اجينست ايه؟ هارنس انفايرمنتال انجن بين قوسين بسميه. طب ما تيجي نعكس بقى واسال نفسي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. دايما في كل تايب اسال مين الانجن؟ مين الانتي بودي؟ ايه الميكانيزم اوف تيشو دامج؟ اهو يبقى الانجل هنا مين؟ الانجل. وتبقى عارف يعني ايه الانجل. يعني هارمليس انفايرمنتال انجل. وتسمى الانجل ليه بقى؟ يعني اشمعنى دول اللي خصصوهم؟ يعني مين هو الانجل؟ هو الانجل هو الانجل اللي يقدر يستمريد الاي جي اي. يبقى الانتي بودي المسؤول هنا عندي هو الاي جي اي. ايه الميكانيزم اوف تيشو دامج؟ بص كده بالصوره اللي عندك في الكتاب. يا احمد يا خليل الصوره اللي في الكتاب تذاكر بيها الميكانيزم. تقول ايه؟ لو شخص اتعرض لالرجن لاول مره اهو يقوم ده السبريت التي هيلبر 2 يطلعوا الانترلوكين 4. ايه عيب الانترلوكين 4؟ انه يخلي البي لينفوسايت يحصل لهم كلاس سويتشنج ويطلعوا اي جي اي. طب وايه عيب الاي جي اي؟ بيمسك الاف سي بورشن في الماس سيلز والبيزوفيل. انتهى عند هذا الحد. ادي المرحله الاولى من تايب 1 هايبر سنسيتيف اسمها سنسيتايزيشن. لو نفس الشخص اتعرض سبسيكونت لنفس الانجن يقوم الانجن يمسك في الاي جي اي اللي موجود على سطح المسلز والبيزوفيل ويعمل دي جرانيوليشن. يعني ايه دي جرانيوليشن؟ اهي بلاش الكلام ده كله اهو. ادي دي جرانيوليشن يعني ريليز اوف ري فورمد ميدييتورز. ميدييتورز كان جاهز او نيولي فورمد ميدييتورز. ليه بقى؟ ايه الفرق بينهم؟ دول هم الهيستامين والبريتد اكتيفيتنج فاكتور بيطلعوا بسرعه لانهم جاهزين within 20 minutes. يعملوا مسؤولين عن الايرلي فيس سيمبتوم اللي بتقعد فتره بسيطه شورت ديوريشن وملهاش كومبليكيشن.
ومارين يونيفورمد ميدياتور ليكوترينز وبروستاجلاند، ياخدوا 5-6 ساعات عشان يتكونوا، يبقوا مسؤولين عن الليت فيز مانيفستيشنز اللي بتقعد فور لونج ديوريشن، وللاسف بتبعت تجند خلايا اخرى تقوم تؤدي لتشو دامج. هاي خلص طيب، فاضل بس منه كلينيكال اكزامبل. ارجوك الشابتر ده تحفظ الكلينيكال اكزامبل، واؤكد لكم ان بعضكم في بعض ايامهم الممتحن هيحط السؤال على الكلينيكال اكزامبل ازاي؟ اهو بص كده مثلا هنا في تايب 1 عندي حاجه من اثنين، يا سيستميك بريزنتيشن يا لوكالايزد بريزنتيشن. السيستميك يبقى اسمها انافلاكسيس، انافلاكتيك شوك، لكن اللوكالايزد يبقى اسمها اتوبي. ممكن السؤال يبقى كده، الاتوبي از ا فورم اوف تايب 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ شفت يبقى سؤال سهل، بس انت لو مش حافظ كل الاكزامبلز لكل تايب ممكن بقى السؤال يتصعب عليك. طيب السيستميك انافلاكسيس، واحد خد بنسلين، خد هورس سيرم، طب ساكن، يبقى لازم يكون انجكتد وعمل فازو كونستريكشن، فازو دايلتيشن وهايبوتنشن وبرونكو كونستريكشن، والعيال اتخنق ومات في 10 دقائق، صح؟ طيب امال الاتوبي؟ الاتوبي هو اللوكالايزد فورم اوف تايب 1، الشخص بيتعرض لانهيلان او كونتاكتن او انجستر. دول المانيفستيشنز تبقى لوكال ديبندنج على هو اتعرض ازاي. يعني على الاسبيرتوري تراك يبقى برونكيال ازمه، راينايتس، على الجلد يبقى سكين راش، كونجكتيفايتس على الميوكس ممبرين، ارتكاريا، فوميتنج، دايريا، على حسب هو السيستم اللي انكلودد والقصه بتران ان فاميلي. اشخص ازاي بسرعه؟ بسكين تيست واي جي اي، والاي جي اي توتال وسبيسيفيك. واحد يقول لي والتفاصيل جاست ريدنج، اخلص ها داخل على امتحان ام سي كيو، القرايه المركزه هو هيساعدك يجيب لك الجمل الصحيحه، حتى تختار بس اعرف المعلومات الاساسيه والباقي يبقى قرايه مركزه سريعه. طيب العلاج، تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ايمرجنس، اوكسجين انهاليشن، كورتيكوستيرويدز، انتي هيستامينكس، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طب والادوي، افويدنس، ديسنسيتيزيشن. يعني ايه بقى ديسنسيتيزيشن؟ يعني اديله نفس الالرجي اللي هو حساس ليه بس بسمول دوز وهاي دايلوتد كونسنتريشن وهاي دايلوتد بريبريشن وجرادولي ازود الدوز. ليه؟ لعلي اشف ريسبونس من تي هيلبر 2 الى تي هيلبر 1. برافو عليكم ما شاء الله عليكم. دراجز سيمبتوماتيك برونكو دايليتورز على حسب الاعراض، انتي هيستامينكس الى اخره. الجديد الغالي المونوكلونال انتي بودي اجينست الاي جي اي، يمسك في الاف سي بورشن اوف اي جي اي ويمنعه من الفايروس. تايب 2 في 5 كلمات، وانتوا اللي هتقولوا، انا هسال وانت تجاوب. يلا يا شباب، مين الانجل؟ سيل باوند، لان العنوان اسمه سايتو، سايتو يعني خليه، يبقى لازم يكون سيلولر او سيل باوند انجل. مين الانتي بودي؟ ام او جي. لما ام او جي يمسك في سيل يعمل ايه؟ يا اوبسونيزيشن يا اي دي سيستم. بارك الله فيكم وبارك عليكم وجمع بينكم كلكم في الخير ان شاء الله. اما انجل يمسك في خلايا يعمل فيها اوبسونيزيشن اي دي سي سي كومبلكسيشن. جميلين. ايه الاكزامبلز؟ بص بقى الاكزامبلز دي خادعه. الاكزامبلز دي يجيب لك واحد فيهم ولا داوتش تايب. الار اتش انكومباتيبلتي ده سايتوكسيست ده تايب 2. الاي بي او انكومباتيبلتي بعض الاوتو اميون ديزيز دراج انديوز. اهم يا ولاد اوعى جرافت ريجكشن. لا بس خد بالك الجرافت ريجكشن كذا ميكانيزم، تو ماشي غور ماشي ها الاوتو اميونيتي. بص بقى لحظه بس يا ولاد، لحظه يا ولاد ركزوا. الاوتو اميون ممكن يبقى ديفرنت ميكانيزم زي ما خدنا، فلازم يحدد لك اسم الديزيز. يعني اقول لك اوتو اميون هيموليتيك انيميا بالارض بس هتفرقع، ده لازم يكون تايب 2. لو قال لك روماتويد ارثرايتس تايب 3. شوف بقول لك ركز على الاكزامبلز ليه؟ لازم هو يحدد لك نوع. الدنيا ممكن تتصعب عن كده، الدنيا تتصعب. لما اقول لك روماتويد ارثرايتس اي نوع من الهايبر سنسيتيفيتي، لو انت مش مدرك الميكانيزم مش هتعرف. فانتبهوا الامثله كويس، مجرد اسامي الامثله وتربطها بالتايب. تعالوا نروح لتايب 3. 8 كلمات ركز مع بعض. لا ازاي تبقى معلم بقى؟ 8 عد معايا،
مين الانجل؟ ادي اول كلمه. مين الانجل؟ لازم يكون سوليد. لا الانجل سوليد، الانجل سوليد البروتين بس، لسه ما وصلناش للكومبلكس. سوليد الانجل. مين الانتي بودي؟ ماشي. ما هوش ادي كلمتين. ايه الشرط اللي هيحصل؟ زون اوف اكسس. ادي ده الانجل، يا انجل يا انتي بودي اكسس. يقوم يدي بقى الكلمه الرابعه، سوليبل اميون كومبلكس هيسكيب الفاجوسيتوسس. الكلمه الخامسه يبقى دي بوستد على البيسمنت ميمبرين. ده انت خمس كلمات ولسه ما وصلتش للميكانيزم، اصل الميكانيزم ثلاث كلمات بس. يبقى الخمس كلمات التحضيريه، الانجين سوليبل، الانتي بودي ام وجي، لازم يكون في زون اوف اكسس، يقوم يدي سوليبل كومبلكس يترسب على بيسمنت ميمبرين. سهل كده؟ ما تبقى بقيه الثمان كلمات. Activation of complement with release of C3A5A. دول انافيلاتوكس. يوم يبعتوا يجيبوا نيتروفيلز with lysosomal release. بيحصل دامج في البيسمنت ممبرين وكابليتد اجريجيشن. انتهى. الكومبلت بص لقى انجل انتي بودي كلاسيك بص وانت اشتغل. لما حصلوا فيكسيشن في البيسمنت ممبرين بقى فيه الانيشيتور بتاع الكلاسيك باتوي. سؤال اسامه فكرني بحاجه يا اولاد. بعضكم معلش احيانا الدقه بتبقى مطلوبه. بعضكم بيفتكر ان اخر ثلاثه ميكانيزم ده او ده او ده، دول مش ثلاثه ميكانيزم، دول كونسيكونس. ده لازم الخطوه دي تحصل عشان اللي بعديها تيجي، عشان اللي بعديها تحصل. لكن مش قايل منهم، دول مش ده غير التايب 2. التايب 2 كنت اكسر الخليه بكذا او كذا او كذا. لكن هنا ده لازم الكومبلمنت يبقى فيكس واوصل لمرحله ال 3A وال 5A. ويبعتوا يجيبوا النيتروفيلز تطلع على السومال انزايمز تقوم تكسر البيسمنت ممبرين وتخليه رف، يقوم يحصل بليتد اجريجيشن. دي كونسيكونسز مش بدائل يحصلوا. طيب الكلينيكال اكزامبلز هنا صعب. بص او السيرم سيكنس تقول لا ما احنا فهمناه. ما هو يقول لك بقى السيرم سيكنس ده ويتش تايب اوف هايبر سنسيتيف؟ يبقى تايب 3. طب والارسس رياكشن؟ تايب 3. الاوتو اميون ديزيز هيحدد لك. روماتويد ارثرايتس سيستميك جروبس. احفظ الامثله بليز. طب الاستريبتوكوكل البوست استريبتوكوكل الجلوفين فريت تايب 3. طب السؤال اللي يبقى اصعب والممتحن يبقى كان قصده يسهل والله عشان تعرفوا احنا هدفنا ايه من السؤال. انا كده لو قلت لك اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز اوف هيباتيتس بي. طب انا قصدي سهل لانك واخدها قبل كده ودرست الهيباتيتس وامتحنته وبعدين ذكر هنا، فانا افتكرتك بقى انك انت يعني لقطت وربطت الامور. فما قصدتش ايه؟ ما قصدتش صعب. يعني ما فيهاش مكر دي ولا حاجه، ده تسهيل والله. لما اقول لك اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز اوف هيباتيتس بي يبقى انت خدتها قبل كده، يبقى ده عشان الايمون كومبلكس ديبوزيشن. واخيرا برضو الهايبر دي اللي لخبطت الولاد بقى. هايبر سنسيتيفيتي ليمونايتس. انا عندي برونكيال ازمه تايب 1. لكن دي اسمها كده مخصوص عشان اميزها عن طيب عن البرونكيا الازمه. الهايبر سنسيتيف بتاعت فاكرين الاجازه وواحد خد صاحبه وراح الريف والله وكده اهي. الهايبر سنسيتيف ليمونايتس ده اميون كومبلكس ديبوزيشن يشبه اللوكال ارسس ريأكشن بس في اللنج. احفظ الاسامي كويس. تايب 4 هفكرك بالصوره اللي ماشي بيها على طول اللي بقول لك بطلعها في اي لجنه دي. ايه اللي حصل؟ انتراسيلر اورجانيزم داخل الجسم. يبقى هو ده الانجل صح؟ او البصجي. مين بقى الانتي بودي المسؤول؟ مين يا منة؟ زعلنيش منك يا منة. طالب منك انتي بودي يقول لي انتي بودي. مفيش ولا انتي بودي يقدر يلعب دور فوق. عشان كده بعد ما استهلكوا ثلاث انواع الانتي بوديز رموا السيرمي ديزيد النوع الرابع اسمه تايب 4 واسمه سيرمي ديتد وبياخد وقت فاسمه ديلي. ترتيب الاحداث هفكرك المره الاخيره قبل ما تمشي اهو بين نمره واحد الماكروفيج قبض على اورجانيزم انترسيلر الصوره ياه راحت مطلعه شويه انترلوكين 12 راحت النتشر كده مطلعه جاما انترفيرون. استنى بس عشان الامثله فيها حاجه مهمه. راح الجاما انترفيرون منشط هو الانترلوكين 12 واللارج دوز اوف ذا انجن بعده جابوا تي هيلبر وخلوها تبقى تي هيلبر 1 راحت عامله الجرانيلوما فورميشن ياه. ماشي الحال؟ تعالوا بقى الامثله. الديفيرين تيست بصوا ولادي الامثله الديفيرين تيست والتي دي كاتيزيز مثال تايب 4 هايبر سنسيتيف الكونتاكت هيباتايتس اوعى تنسى. بص كده بالله عليك
لو جت كلمه كونتاكت للمطارس اي نوع من الهايبر سنسيتي واكد لك نص الدفعه هيكتب تايب 1 عشان في حاجه اسمها كونتاكت. فاحذروا من الاسامي اللي فيها خداع. الكونتاكتن في تايب 1 ها ده كان بيعمل نوع من الالرجي وما قلناش بقى اسمه ارتجاري اسمه سكين راش. لكن كلمه كونتاكت ديرماتايتس يعني الجلد قاعد يلامس مواد كيميكال لفتره طويله فحصل بقى الخشونه والاكزيما والتشققات والقصه النقاش كونتاكت ديرماتايتس بتاعت النقاش او تفتكروا النكب ها خلاص ها ماشي اكزيما يعني حته ماشي هم مش عايزين يفتكروها ماشي مشروع طيب 1 الجرانيلوما تايب 4 الكونتاكت بتاع ده لحظه بس انا عايز اوصل ليه الاوتو ايميون ديزيز. لو حابب يحدد لك نوع من الاوتو ايميون ديزيز ينتمي لتايب 4 مين قال؟ ألسريتيف كولايتس. طب ده ما قالهاش هنا قائله بتشتغل بتاع الاوتو ايميون ديزيز. شفت بقى الجرافت ريجكشن ممكن باي تايب 2 او باي تايب 4 راجعوا مذكرة القسم بتاعت الـ MCQ اللي معاكم. هو مش هيجي لك المثال